طيب، السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله. النهارده ان شاء الله المحاضره الثالثه في سلسله المحاضرات ليها ربط التعليم بسوق العمل. يكون معانا النهارده المهندس عمر سليم. ومهندس عمر سليم طبعا محتاج تعريف. مهندس عمر سليم واحد من اشهر الناس المتبنيه فكره البيم يمكن في الوطن العربي كله، وطبعا رئيس تحرير او رئيس مجلس اداره مجله بيم ارابيا. تمام صح كده يا باشمهندس عمر ولا انا بقول غلط؟ جزاكم الله خير. تمام يا دكتور، مع حضرتك. وطبعا صاحب كتاب البيم باللغه العربيه، من طبعا ده احسن كتاب يمكن بيتكلم على موضوع البيم باللغه العربيه. وطبعا انا بشكره جدا ان هو شرفنا النهارده ولبى الدعوه ان هو يدينا محاضره شيقه كده عن موضوع البيم والسستينابيلتي وعلاقته بالسستينابيلتي عشان نكمل في الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه بتاعنا. وطبعا عشان ما اطولش عليكم وعلى المهندس عمر، سيب للمهندس عمر ان شاء الله المايك بقى عشان يبدا ان شاء الله يمتعنا في المحاضره الجميله اللي احنا ان شاء الله مستنيين منه فيه كتير. جزاكم الله كل خير. بدايه احب اشكر الدكتور احمد طنطاوي والمهندس مختار حسني وفريق جرين على مجهودهم الرائع والمتميز، واشكر طبعا المهندس ضياء والمهندسه ايمان على المحاضرتين الممتعين، الواحد استفاد منهم جدا يعني، وسهل عليا كتير ان انا مش هتكلم على الاستدامه لان هم ما شاء الله يعني افضل مني بكتير جدا في اي حاجه بيتكلموا فيها. فان شاء الله هنتكلم النهارده على التكمله بتاعت الجزء بتاع البيم. طيب موضوع المخططات موجود من زمان، يعني المخطط ده مثلا بتاع مقبره رمسيس التاسع، وده يعني من 1100 سنه قبل الميلاد كانوا بيرسموا برضو المخططات اللي احنا شغالين عليها. فمن ايام زمان جدا القدماء المصريين والرومان والحاجات دي الناس برضو كانت شغاله بالمخططات، وحتى موجوده في العراق برضو مخطط زي كده، وموجود حاليا في متحف اللوفر برضو حاجات مخططات مرسومه زي كده نقدر نقول بال 2D. طيب ده مثلا مخطط 3D موجود في كنيسه كريستوفر، دي معموله سنه 1672. دي الموديل دوت اتعمل قبل ما يبنوا الكنيسه بالتفاصيل كلها بحيث الناس كلها تقدر تفهم الشكل المبنى هيطلع في الاخر عامل ازاي، فده سهل عليهم كتير جدا اثناء الشغل. فايه بقى الجديد اللي ضافه البيم؟ اولا ايه هو البيم؟ Building Information Management، ان انا ادير معلومات البناء، او Better Information for Management. الفكرة كلها ان انا عايز مكان واحد يكون موجود فيه كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اتخذ قرار، سواء معماري او انشائي او كهروميكانيكال. يعني التقنية الجديدة دخلت في السوق بتوحد الجهود بين كل اطراف المشروع، بيستفاد منها المالك، بيستفاد منها القسم الانشائي، المعماري، القسم بتاع الحصر، القسم بتاع الاستدامة. ليه؟ لان في كل المعلومات اللي موجودة في المبنى هتبقى موجودة في الموديل، فده يفيدني ان انا في اي لحظة عايز اعرف اي معلومه اقدر ادخل على الموديل دوت واقدر افهم المعلومات اللي موجوده. تمام؟ فهو مش شخص واحد، يعني يقول لك ايه في هيبقى قسم البيم منفصل عن المعماري منفصل عن الانشائي، لا كلنا شغالين هو موديل بيم واحد والناس كلها شايفه كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها، ففي اي لحظه انا اقدر اشوف المعلومه اللي انا محتاجها. كان في تكنولوجيات كتيره جدا بعيده عن قطاع البناء، زي مثلا الفيرشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، ان انا ابقى شايف المبنى قبل ما يتبني. دلوقتي من خلال البيم اصبحت التكنولوجيا دي موجوده. في تكنولوجيا كتير جدا كانت بعيده عن قطاع البناء، وقطاع البناء تقريبا خلال 50 سنه اللي فاتوا مفيش اي جديد، مفيش اي اضافه جديده غير في مجال البيم. فهي الفكره كلها في موضوع البيم والاستدامه، ان انا ببدا اعمل موديل قبل ما ابدا الشغل بتاعي، وببدا اشوف لو الموديل ده مثلا عملته بالشكل دوت لو لفيته هيبقى عامل ازاي، طب لو عملت فتحه هنا، لو عملت اوبننج هنا، وعملت الاناليسيس بتاعي، هل الافضل الاختيار الاولاني ولا الاختيار الثاني؟ طب لو نعم ايه لا انا عارف كده. الو يا باشمهندس عمر، اتفضل كمل. مع حضرتك. تمام. طيب هي الفكره كلها انا بعمل الموديل بتاعي وببدا اعمل سولار اناليسيز وبعمل اريا اناليسيز وببدا اعمل الشادو وكل الحاجات اللي كنا بنعملها زمان، بس كان بياخد وقت كتير جدا مننا لان كل برنامج ما بيقدرش يفهم الاوتوكاد، ما بيقدرش يفهم الحاجات بتاعتنا. فكنا بنشتغل مثلا على الايكوتكت بنبدا نعمل الموديل من اول وجديد، ولو حصل اي تعديل في الاوتوكاد
ما كانش الايكوتكت بيفهمه، فكنا بندخل على الايكوتكت مثلا ونبدا نعمل شغل كتير جدا عشان يفهم التعديل دوت. وكان ده الايكوتكت بيعمل بعض الحاجات مش كل الحاجات، فكنا نضطر مثلا ندخل على برنامج تاني زي مثلا سي اف دي، زي فزاري، كان كذا برنامج كل برنامج بيعمل حاجه، فكل برنامج فيهم بضطر ادخل اعمل دبل وورك تاني على اساس ان نفس التعديلات اللي انا عملتها تظهر في البرامج الحديثه. ميزه البيم ان هو اصبح بعمل موديل واحد واقدر اصدره لكل البرامج بتاعت الاستدامه، فما بقاش مش مستقل عن موضوع الاستدامه، لا ده هو انا بقدر اصدر له من خلال ملف اسمه جي بي اكس ام ال، ولو عندي اي برنامج من برامج الاستدامه انا شغال عليه بقدر اكمل الشغل كامل. طيب لو جينا نبص كده في الاول خالص هنقدر نقول ان في حاجه اسمها 1 دي اللي هي عباره عن فكره، تمام؟ لسه انا مفتكر شكل المبنى والحاجات دي كلها، وبعد كده ببدا اعمله 2 دي اللي هو بروجكت بريف، تمام؟ ببدا اعمل المخطط بتاعي، وبعد كده بعمل 3 دي، وبعد كده 4 دي. لو حابين نشوف ال 4 دي ممكن نشوفها في صوره زي كده، تمام؟ ان هو المشروع هيتبني ازاي، كل خطوه هتعمل ازاي. فده مش مجرد بس ايه برزنتيشن، لا ببقى فاهم ايه اللي هيتبني قبل ايه. ما انا ممكن مثلا تكون عندي مكنه كبيره وعايز ادخلها في قلب غرفه، فمش معقوله هكسر الغرفه لانها اتبنت وبعد كده احط المكنه وبعد كده ابنيها تاني. فان انا اعرف ايه اللي هيتبني قبل ايه بيبقى ممتاز جدا. في مثلا مشروع كان موجود جنب القصر الجمهوري في مصر في منطقه 7 امارات، وهم بيبنوا نسيوا يعملوا مخطط ازاي هيخرجوا التاور كرين. فبعد ما عملوا التاور كرين جم يخرجوه ما عرفوش، وفضلوا سنين جدا عشان يعرفوا يطلعوا التاور كرين من وسط الابراج، ما كانش فيه مخطط. فلما في الفور دي بنبدا ننتبه للمشاكل. عندنا برضو الحصر البيل اوف كوانتيتي بيديني المشروع ده هيتكلف قد ايه من قبل ما ابدا فيه، فبشوف هل هو مجدي ولا مش مجدي، هل انا هدخل المناقصه بمبلغ قد ايه. وبعد كده عندنا السكس دي اللي هي الاستدامه، دي من اهم الحاجات القويه جدا، لان احنا بنقعد تقريبا 80% من الوقت بتاعنا في قلب البيت او الشغل في قلب المباني، فممكن ناس كتير تجيلها امراض بسبب ان التصميم سيء. فاحنا عايزين نعمل تصميم كويس، وفي نفس الوقت ممكن يكون تصميم في نفس الوقت ممكن يكون المبنى جديد، فانا لسه بعمل تصميم معين، فممكن يكون التصميم ده مخالف للاستدامه او في نقطه انا مش واخد بالي منها. فالبيم بيساعدني ان انا بعمل المبنى وبعمل اناليسيز او سيموليشن عليه، وابدا اشوف هل التصميم اللي انا بفكر فيه دوت هيبقى كويس ولا هيبقى فيه مشاكل. فكان انا بنيت المبنى ده قبل كده وبعيده تاني، يعني انا بنيت مبنى وشفت المشاكل واتاكدت ان في حاجات المفروض تبقى احسن وبعمله تاني. فالمشاكل بتظهر اثناء ما انا بكون في مرحله الديزاين، ببدا اشوف ايه المشاكل في الاستدامه، ممكن يكون في نوع ماتيريال مختلف، ممكن يكون مثلا الفتحات مش كفايه. يعني احنا شفنا مباني قويه جدا وروعه جدا وشكلها حلو قوي بس ما فيهاش نوافذ، فالتكييف اللي فيها يعني من نوع اللي هو سبليت فما بيعملش تجدد للهواء، فبيعمل مشاكل كتير جدا، امراض كتير جدا بتحصل لو الانسان قاعد فتره طويله في قلب المبنى دوت. وعندنا الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اداره المبنى. طبعا انت ممكن المبنى تقعد تبنيه مثلا في سنه بس هيشتغل اقل حاجه مثلا 25 سنه 30 سنه، فبتبقى كويس جدا. فلو انا مصممه كويس في الاستدامه، الاستدامه من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها ازاي اوفر كهرباء، ازاي اوفر الميه، فلو انا شغال صح هقدر اوفر كتير جدا في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، تمام؟ وهقدر يعني اعمل حاجه يعني صحيه للانسان وكويسه جدا لو انا شغال اهتميت بموضوع السستينابيلتي. ودي المفروض يهتم بيها كل الاقسام، يعني المعماري جدا لازم يهتم بيها، التصميمات بتاعته والفتحات وكل حاجه، الانشائي الماده اللي هيبني بيها، عندنا مثلا الكهرباء يبدا يهتم برضه بافضل الحاجات في الكهرباء تكون مريحه للعين، عندنا التكييف يبدا يختار افضل اجهزه للتكييف، من ضمن حاجات مثلا فيروس كورونا يبدا يختار اجهزه التكييف ما بتنقلش الفيروس من مكان لمكان. فعندنا الانشائي والمعماري والام اي بي كله بيتعاون مع الحصر مع البروجكت مانجمنت ان هم يطلعوا منتج يسلموه سليم للعميل مع الفاسيلتي مانجمنت من اول يوم، يعني الراجل بتاع الاستدامه يكون موجود من اول يوم، من اول ما يكون في فكره بتطرحت وبعد كده في ديزاين وبعد كده بنعمل الكونسبت، بنعمل كل الحاجات دي بنبدا نشتغل فيها بموديل بيم ونبدا نطور فيه. بالاسلوب التقليدي كان بيحصل ان احنا ناس شغاله في لوح كات وبعد كده بيبداوا ناس تانية تكمل شغل فيه،
فكان على طول بنعاني من مشكله ان المعلومات ما تتنقلش من مرحله الديزاين للكونستراكشن مظبوط، ومن مرحله الكونستراكشن اوبريشن برضو في نقص في، يعني كل مرحله بنلاقي ان انا بستلم لوح كتير جدا ومحتاج ان انا انظمها ومحتاج اشوف ايه الجديد واخر حاجه والحاجات دي كلها. فالبيم هو موديل واحد كل الناس بتطور فيه، فده سهل علينا كتير قوي. طب ايه هو موضوع الاستدامه؟ ليها تعريفات كتيره جدا، ممكن ناخد تعريف بسيط جدا اللي هو مقابله الاحتياجات الحاليه. يعني الناس عايزه تبني، هنبني لهم بس من غير ما نيجي على المواد بتاعه الاجيال القادمه. ما انا ممكن مثلا اكون عايز ابني والمبنى اللي انا هبنيه المفروض ابنيه مثلا ب 100 طن حديد، بنيته انا ب 120 او 150، ما ده حق الاجيال القادمه، فانا محتاج ان انا اقلل الهدر دوت. هو البيم بيساعدنا كتير جدا، وده حاجات انا بسبب نفسي في موضوع الهدر. يعني في الاساليب التقليديه بنعمل حاجه اسمها مثلا بري فابريكيشن، وبالذات مثلا في التكييف ان انا ببعت له قطع تكييف بمقاسات معينه طالعه من لوح الكاد، فكنا بنبعتها هناك في المصنع تتعمل بسي ان سي وتروح، وتقريبا كان بيجي لنا تقرير ان 90% من الشغل بتاعكم غلط، ان انت بقى جاي ركبها لقاها اطول شويه، فاضطر ان هو يقطع، ان هو يقطع في قلب الموقع ده فيه خطوره اصلا على العامل، لان هو المكان مش مجهز لكده، ان هو يلاقي حاجه اطول فبيضطر يوصل اتنين ببعض ويضطر يلحم فبتعمل مشاكل. لما عملناها باستخدام تكنولوجيا البيم، يعني جات لنا رساله ايه اللي انتوا عملتوه؟ ايه السحر اللي انتوا عملتوه؟ تقريبا 100% من الشغل مظبوط، المسات مظبوطه بتروح تتركب على طول. طبعا موضوع الاستدامه فيه مشاكل كتير جدا، فيه هدر كتير جدا بالذات في موضوع مجال الكونستراكشن، 37% هدر ماتيريال من مجال الكونستراكشن، في مشاكل كتير جدا عشان ما نطولش عليكم. الجرين بيلدينج احنا عايزين نعمل مبنى صديق للبيئه، يعني لو قدرنا نعمل مبنى ما بيستهلكش كهرباء وما بيستهلكش ميه منه لذاته مقفول على نفسه يبقى ممتاز جدا. تمام، ده الحلم اللي احنا بنحلم بيه. وفي بعض الاماكن وصلت لكده ان هي استهلاك الكهرباء بيحصل من خلال مثلا الطاقه الشمسيه والحاجات ديت، بيحاول يعمل اعاده تدوير للمياه والحاجات، يعني بحيث ان نعمل حاجه تكون كويسه جدا. فالبنفيت من جرين بيلدينج حاجات بيئيه، ان احنا ما بنعملش هدر للمواد الاوليه بتاعت البيئه، بنوفر كتير جدا على المدى الطويل في الكهرباء والميه، وبيبقى حاجه هيلثي او حاجه صحيه للانسان ما بيحسش بالامراض. يعني انت لو موجود في مكان مقفول عليك وما فيهوش تهويه وفي مشكله في الكواليتي بتاعت الهواء، ده هيجيب لك امراض على طول، امراض في الرب وفي حاجات كتير جدا وهكذا. يعني في اصلا مرض اسمه مرض المحاربين القدماء، يعني ان من شده ان هم كانوا قاعدين في مكان مغلق وكده جالهم امراض كتير جدا وفي ناس توفت بسبب الموضوع ده. طيب الاستدامه بتركز على حاجات كتير جدا، مش بتكلم على كود معين زي الليد او البريم، هو كلهم تقريبا بيركزوا على الكاتيجوري ديت بس بدرجات مختلفه. تمام، احنا عندنا طبعا في مصر الهرم الاخضر، في الليد في امريكا، في البريم، في قطر جيساس، في الاستدامه في الامارات وهكذا. ففي نظام بتاع الادوات القياس ديت ان هو بيدي نقط على اللوكيشن، على المكان، على الووتر، على الانرجي الطاقه، على الماتيريال، على الاندور انفايرمنت كواليتي. بس اللي انا عايز نتكلم فيه ان حتى لو المبنى مش هندفع فلوس ان هو يتعمل ليد، يعني الراجل مش راضي يدفع فلوس عشان، او هو مش عايز ياخد وثيقه ان المبنى ده ليد او بريم او هرم اخضر او جيساس، المفروض كمهندس انت بتتحمل مسؤوليه ان انت تعمل حاجه صديقه للبيئه، سواء معماري او انشائي او ميكانيكا او كهرباء او ايا كان التخصص بتاعك. كلنا متعود ان احنا نعمل مبنى صديقه للبيئه، وكان استاذنا حسن فتحي كان يقول انا ربنا مش ربنا هيحاسبني يوم القيامه لو انا تسببت في ان درجه الحراره تزيد في المبنى 17 درجه لو انا عامل التصميم بتاعي غلط. طيب البيم بيعمل لي ايه؟ البيم بينفذ لي الافكار اللي عندي، فدي نقطة لازم الفت انتباه الناس فيها، لان الناس بتقول لك ايه اول ما تخرج بالذات الشباب الجديد متحمس فيقول لك ايه البيم هو كل حاجة وهيغني عن كل حاجة. لا، انت لو انت راجل بتاع استدامة لازم تكون عارف الافكار بتاعت الاستدامة بتاعت المنهج والنظرية والحاجات دي كلها. مش هتقدر تشتغل بالبيم وانت مش عارف النظريات دي، هتطلع حاجة شكلها حلو بس في الاخر ملهاش اي لازمة خالص. لو انت مهندس معماري لازم تكون عارف النظريات المعمارية وفاهم الافكار المعمارية والحاجات دي كلها، انما البيم لوحده هو اداه او وسيله،
لو انت ما عندكش العلم او ما عندكش المعلومات اللي موجوده في الكليه والمعلومات اللي تكسبها بالخبره والمعلومات اللي تكسبها من الناس اللي اشتغلوا قبلينا وتعلمناها منهم، مش هيبقى ليه اي لازمه خالص، بالعكس هيبقى اسوأ، هيبقى يعني سلاح ضدك ان انت فاهم ازاي تعمل موديل بس مش فاهم ايه النظريات. فلا، بتبقى في نظريات معينه بنبدا ان احنا نطبقها. هي الفكره ان البيم سهل لي موضوع ان انا اعمل التجارب ديت، يعني ان البيم دلوقتي لان هو فاهم ان ده مبنى والحاجات دي كلها، فيقدر يعمل لي 100 تحليل في خلال مثلا دقيقه، ويبدا يقول لي افضل تصميم فيهم ايه، بدل ما كنا بناخد مثلا وقت ان احنا نعمل التصميم دوت. لو احنا بنعمله مثلا على سكتش اب او كاد او اي او 3 دي ماكس والحاجات دي كلها، بعد ما بنعمله بنحوله لبرنامج، كنا تقريبا بناخد في كل تصميم مثلا 3 ايام، وعايزين نعدل تعديل نقعد ناخد وقت كتير في التعديل. فهو وفر لي اداه وليس اسلوب للتفكير. فكل واحد فينا بيبدا يحترم الافكار الناس اللي قبليه، ويبدا ياخد منهم ويبدا يتعلم منهم ويطبق الحاجات بتاعته. طيب اللي احنا هنعمله ان احنا في معلومات احنا بندخلها في البرنامج، يعني ما ينفعش مثلا اعمل لي تحليل الحراره والحاجات دي كلها وانا مش مديله الملف بتاع المناخ، او مش محدد له المكان اللي انا هشتغل فيه، فاكيد مليون في الميه هيطلع لي معلومات غلط. فانا لازم بدخل له معلومات انبوت، بقول له مثلا فلور بلان اهوت والفتحات اهيت والماتيريال وكل الحاجات دي بقت بترسم، يعني انت كده كده بترسم موديل وبتصدر له الشغل، فبيبدا ياخد المعلومات دي ويعمل التحليل بتاعته، وبعد كده يديني بقى المخرجات. المخرجات مثلا زي الانرجي يوسز، الحاجات الخاصه بالكربون، الحاجات الخاصه بالثيرمال اناليسيس، بالهيتنج اند كولينج لود. الحاجات دي كان كل برنامج بياخد وقت جدا عشان نعملها، يعني مثلا الهيتنج اند كولينج لود كان في برنامج اسمه الهاب، ده كان بناخد مثلا اسبوع عشان ندخل مبنى حجمه يعني متوسط او كده يعني. فدلوقتي خلاص انا بصدر الشغل واقول له خد المعلومات ديت يبدا يشتغل بيها من خلال الملف اللي اسمه جي بي اكس ام ال، ده ملف صغير خالص بنصدره ما بياخدش ثواني ويبدا يشتغل بدون اي مشاكل. برضه ممكن اقول له اعمل لي ليد انتجريشن تولز، يعني ليد انتجريشن بيطلع لي تقرير هل المبنى بتاعي ده لو بعته هقدر اخد عليه كام درجه في الليد، او هل هو فعلا هيبقى صديق للبيئه ولا كده. طيب في طبعا برامج كتيره جدا عندنا في برامج البيم، والميزه ان كلهم بيصدروا لامتداد اللي هو جي بي اكس ام ال، وده امتداد مفهوم عند برامج الاستدامه كلها. في شركات اتحدت وعملت حاجه اسمها بيلدنج سمارت، مؤسسه غير هادفه للربح، وطبعا غير هادفه للربح تعرف انها تكسب كتير جدا، يعني زي ليد كده، فبدات تعمل صيغه مشتركه بين البرامج كلها، سواء برامج البيم وسواء برامج الاستدامه، تصدر منهم عشان نعمل الاناليسيس بتاعتنا كويس. فاحنا عشان نعمل اناليسيس كويس وبيلدنج بيرفورمانس سيموليشن، لازم يكون عندنا المبنى معمول كويس، الشفاك والانرجي، لازم الاركتكشر ديزاين بتاعه يكون مظبوط، لازم كل المعلومات دي نبدا ندخلها عندنا في المشروع عشان نعمل تحليل كويس. طبعا هو الريتنج سيستم دي اهم ريتنج سيستم عندنا، طبعا الايجيبشن جرين بيلدنج، والجميل ان الايجيبشن جرين بيلدنج بيدي نقطتين لو انت شغال بيم، ده مش موجود في اي كود تاني، لا في الليد ولا في البريم ولا في الدي جي ان بي ولا الاستدامه ولا اي حاجه من الحاجات دي. وتلات نقط لو انت شغال بيم مع الاستدامه، يديك تلات نقط. لو انت شغال بيم مع استدامه مع فاسيلتي مانجمنت يديك اربع نقط، ودي من ضمن الحاجات القويه جدا في الايجيبشن جرين بيلدنج. عندنا البريم ده في بريطانيا، ده اقدم بالليد بس هو مش مشهور، مش معمول دعايه قويه زي الليد، موجود في بلاد كتير بس هو الاقوى الليد. في بعض الناس بتعمل تقول لك انا هاخد شهاده البريم والليد والدي جي ان بي، ده الماني، والايجيبشن جرين بيلدنج وهكذا. التصميم اللي انت تعمله، التصميم نفسه او المبنى او الحاجات الماتيريال او كل الحاجات دي، تقريبا تكلفتها بتبقى ثابته لان هي نفس القواعد، فغالبا ما بتحتاجش ان انت تدفع فلوس كتيره عشان تاخد حاجه سبيشال. بس المشكله في الورق، يعني انت بتدفع فلوس اصلا عشان تقدم على البريم، وفلوس ثانيه عشان تقدم على الليد، وفلوس ثانيه عشان تقدم على كل واحده من دول بيبقى ليها فلوس. حتى اكرر كلام تاني، حتى لو المالك مش عايز ان انت ياخد شهاده، انت لازم يكون عندك القواعد التصميميه بتاعت الاستدامه دي في ذهنك طول ما انت بتفكر تحاول تعمل حاجه صديقه للبيئه ايا كان التخصص بتاعك، حتى لو مش مطلوب منك. ليه؟ لان عشان اللي يبقى موجود بعديك يدعي لك مش يدعي عليك، يعني يبقى حاسس ان لا المبنى اللي موجود فيه مريح وراحه نفسيه وحاجات زي كده. ممكن يكون المبنى شكله حلو بس الواحد حاسس ان هو مخنوق فيه، حاسس ان في مشكله وهكذا،
بالذات ان احنا بنقعد في المبنى مده طويله ممكن ناس كتير تجي لها امراض. فاحنا في بعض النقط اللي احنا لازم ندخلها، طبعا البيم بيساعدني في ان انا اخد قرارات، بيعمل لي كومبلاين ريتنج كومبلاينس، يبدا يقول لي هل انت وصلت للريتنج اللي انت عايزه ولا لا، بيديني 3 دي فيجوال انفورميشن، معلومات ثلاثيه الابعاد اقدر اتاكد منها وهكذا. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها الاناليسيز؟ السن اند شادو، الشمس والظل بتاعتها، الرياح، السولار لود، البيلدنج انفلوب بيرفورمانس، الهيتنج اند كود لود، اللايتنج اناليسيز، السي اف دي اللي هي مسار الهواء في المبنى، وبالذات دي احنا بنستخدمها كتير جدا في قطر اجباري. لو بعض المباني كده يقول لك انا عايزك تتخيل ان في حريق موجود في البيزمنت، فالمسار بتاع الدخان هيمشي فين؟ فكان في برنامج اسمه سي اف دي، اوتوديسك سي اف دي، وفي برنامج تاني اسمه اناليسيز، الاناليسيز اقوى. بس هي الفكره كلها ان احنا كنا عشان نعمل الموديل بتاع البيزمنت ونحط الاعمده ونحط الحاجات دي كان فعلا بياخد جهد كتير جدا مننا، بياخد وقت كتير جدا. فاحنا لما كنا بنعمل موديل على البيم كده كده بنعمله وبنصدره للسي اف دي، ما بياخدش ثواني، تخش تقول له ايه اعمل الاناليسيس بتاعك وخلاص على كده. في الطاقه الشمسيه، هل الطاقه الشمسيه لو انا عملتها عندي في البيت هتكون موفره ولا عبء؟ انا جربتها عندي بامانه طلعت عبء عليا، لو انا اشتريت الطاقه الشمسيه هتبقى اغلى، لسبب بسيط ان انا جوه المدينه فالتكلفه بتبقى رخيصه لان انا متوصل بالشبكه اوتوماتيك. بس لو انت في مدينه بعيده وعايز توصل الكهرباء، لما تيجي تعمل الاناليسز هتلاقي الموضوع مختلف. لو انت فندق كبير عندك المساحه السطح كبيره، انا عندي مساحه سطح صغيره جدا، فعملنا اناليسز بامانه وبنشوف النتيجه، ما مش بنقول لا لازم هتطلع احسن ولا بتاع. فبنعمل اناليسيز. ده مثلا بعض الامثله للاناليسيز لحاجات معموله بالبيم. تمام، ده فيزيكال موديل اهوت، ده موديل ترانسبوريشن تو ذا سوفت وير، هنا سان لايت حرف سي، ده ممكن يتعمل بالريفت ويتعمل بالارك كاد ويتعمل برامج تانية كتير قوي اللي هو موضوع السان لايت اناليسيز. الساوند، الساوند والنويز اناليسيز، هنشوف في بعض البرامج بتعملها لمدن، مش بنتكلم على غرفه او بنتكلم على بيت، لا احنا بنتكلم على مدينه كامله نقدر نعملها. الاف برضو في برامج متخصصه هنشوفها زي الاي اي اس، متخصص في ان هو يعمل ويند اناليسيز للمدينه كلها، الشادو اناليسيز وهكذا. فبتلاقي الحاجات دي بتطلع لك اوتوماتيك، ان انت تقدر تطلع الحاجات دي من برامج البيم بسهوله، او تبعتها لبرامج تانية متخصصه بتصدر الملف الجي بي اكس ام ال للبرامج ديت وتطلع معاك التحليل اوتوماتيك. بنبدا ندخل المعلومات كلها، طول ما انت عندك المعلومات سليمه بيطلع الاناليسيز ادق، لو عندك معلومه غلط او في معلومه مش مظبوطه هتلاقي في نقص في المعلومات. فاحنا لازم كلنا نتكامل عشان نعمل الحاجه ديت، نعمل مثلا سايت اناليسيز، الانرجي موديل، دي كلها ممكن تتعمل من برامج البيم العاديه من غير ما تصدرها. ان ممكن نتخيل مثلا شكل المبنى لو كده، طب لو شكل المبنى كده، طب لو زودنا النوافذ، لو قللنا النوافذ، ونعمل الاناليسيز مثلا ل 10 حاجات 15 حاجه في وقت قصير جدا تجي لك النتيجه الدقيقه. موضوع الكربون، وده بريطانيا مهتمه جدا بيه عشان موضوع ان المواد الخام اصلا اللي بتبني بيها المبنى بتعمل تلوث، وانت موجود جواها في مكان مغلق فبيعمل تلوث اكتر، فمهتمين بيها. فاصبح في برامج كتير جدا من البيم، واصبح اجباري ان انت تعمل اناليسيز وتبعت لهم تقرير بالحاجات ديت. موضوع الماتيريال، ممكن تستخدم ماتيريال تخلي في اليو فاليو بتاعتها مثلا قليله او كده فتعمل مشاكل جوه، فانت تبدا تشوف معدل انتقال الحراره والحاجات دي كلها. بنبدا نحط كذا ماتيريال ونعمل لها اناليسيز ويطلع لنا نتيجه، ونبدا نقارن بينهم ونشوف اني الانسب لينا. وطبعا ده ما بياخدش وقت خالص، وفي برامج زي مثلا تالي بيعمل ريبورت باستخدامات الماتيريال والحاجات ديت. هنشوف اكتر من برنامج بيعمل الجزء دوت. ده هنا مثلا حصر تيك اوف للعناصر، ايه العناصر اللي معموله بالكونكريت، ايه العناصر الخاصه بالفينش انتريور والحاجات العزل وهكذا، بيبدا يجيبها لي في ثواني. واي تعديل بعمله في المبنى بيحصل على طول. ممكن تبدا تشوف لو انا استخدمت مثلا خرسانه، طب خرسانه خضراء، طب خشب، اني فيهم اللي هيكون افضل للشغل بتاعي. برضو موضوع الوتر، في برامج متخصصه بان هي مرتبطه بالبيم، ان يقول لي مثلا لو انا استخدمت الفيكتشر معينه اللي موجوده بلامينج فيكتشر هتكون افضل ولا لا. تمام، يعني ممكن يقول لي ايه
حوض معين هيوفر ميه. طب هيوفر ميه، هو تكلفته اعلى ولا اقل؟ ساعات بتبقى تكلفه ثابته وساعات بتبقى اغلى. طب لو اغلى دي، انا من خلال ان انا هوفر الميه هرجع الفلوس دي خلال مثلا سنه ولا شهر ولا شهرين؟ ممكن تلاقي مثلا لا، ده الحاجه دي اغلى بكتير فانا مش محتاجها. تمام، ممكن يقول لك مثلا ايه، طب يعني ممكن اجيب لك شاور بينزل رذاذ من الميه فبتستحمى كويس، مش هنقول لك ما تستحماش والريحه وبتاع، لا هتستحمى كويس وكل حاجه، بس كميه الميه اللي بتستهلكها بتبقى خمس الكميه العاديه، فانت بتوفر اربع خمس الميه اللي انت بتستحمى بيها من خلال ان انت بتستخدم في كاتشر معينه، وبتبدا تشوف هل السعر الاغلى او الفرق دوت هتقدر ترجعه في خلال قد ايه. ونقدر نعمل تحليل المياه برضو لمدينة، ونشوف مدينة مصدر، ودي من أفضل المدن، هي ومدينة لوسيل، في موضوع الموضوع الاستدامة وموضوع الحاجات السمارت والحاجات ديت. ده مثلا نموذج المبنى. فاحنا بنشوف مثلا لو احنا عملنا فتحة هنا كبيرة، طب عملنا فتحة صغيرة. زمان كانت يعني في مباني طبعا قديمة جدا وقوية جدا في موضوع الاستدامة، فالأفكار نفسها ملهاش علاقه بالبيت، انت بتبدا تشوف الافكار القويه بتاعت زمان وتبدا تحاول تطبقها في المباني بتاعتك. ساعات كتير جدا بنستخدم البيم ان احنا نخش مبنى قديم زي مثلا بيت السحيمي، الواحد بيدخل فيه بيبقى مستريح نفسيا. طب ليه؟ نبدا نعمل موديل بيم ونبدا نعمل اناليسيس ليه، ونبدا نشوف نسبه الفتحات اللي فوق والفتحات اللي تحت، والهواء بيصعد لفوق، الهواء ساخن وهكذا. ده مثلا حاجات خاصة بالارتفيشال لايتنج، ده برضو بتعمل من خلال برامج البيم، وهنبدأ نشوف أهم البرامج. وممكن تعمله من خلال الريفت، بتضيف بعض الأدنس اللي يعمل لك الموضوع دوت، اللي يقول لك مثلا اللمبات اللي أنت هتركبها، اللايتنج ديت مناسبة مش مناسبة، محتاج أكتر محتاج تقلل وهكذا. الدي لايت موديل ده اهوت، ده برضو خاصة باللايتنج. انا مثلا عملت فتحه دي، طب الضوء ده هيدخل هنا، النار الطبيعيه هتنور لحد هنا، لحد دي مش هتبقى متنوره، فهل انا محتاج اعمل فتحات او اكبر الفتحات، او انا عايز الموضوع دوت؟ فببدا اعمل اناليسيز للموضوع. موضوع الشادو وناس كتير بتهمله، طب انا لو حطيتها هنا هيبقى تاثيرها عامل ازاي؟ مش محتاج ان انا ابني المبنى وبعد كده اكتشف ان انا كنت غلطت في الحاجه. ده مثلا لو عملنا اللايتنج ممتاز، ده دي صوره حقيقيه للمبنى مش موديل، وبعد ما عملنا الاناليسيس شفنا فعلا ان النار هتطلع بالشكل دوت، وده الشكل اللي يتنفس فعلا. تمام، من خلال الريفت تقدر تعمل موضوع الصن الاناليسيس، طبعا مشهور ومش كده، نبص عليه سريعا كده اهوت. تقدر مثلا تيجي على المبنى اهوت وتقول له مثلا فعل لي موضوع الشمس اهوت، وتقدر تشوف الشمس وتقدر تشوف الظل بتاعها هيبقى عامل ازاي، وتقدر تشوفها فيديو موضوع الظلال. بس في نقطة قبل ما تعمل اي حاجة، اول حاجة لازم تعملها في البرنامج ان انت تحدد المكان بتاعك. فممكن تيجي من اناليسيز وتيجي هنا على اللوكيشن وتحدد انت موجود فين. انت موجود مثلا في المنصورة، في اي مكان، بتبدأ تكتب المكان اللي انت موجود فيه. عندنا طريقتين، طريقة الخريطة زي خريطة جوجل، بتكتب مثلا بلد فيقول لك عايز انا كايرو، عندهم خمسة كايرو، في واحدة في ايطاليا وفي في امريكا، انا حظنا بقى موجودين في كايرو ايجيبت. فتبدأ تشوفها الويزر، هو مجرد انت اخترت المكان بيبدأ يجيب لك من اقرب منطقة ارصاد درجات الحرارة، لو هي مش مظبوطة تقدر تعدلها او ممكن تحتفظ بيها. فتقدر تعمل تحليل للشادو بالشكل دوت، وتقدر تصدره على شكل فيديو. ممكن تيجي هنا في الصن وصن سيتنج، وتقول له مثلا انا عايز لاكتر من يوم، وتبدا تحدد الحاجه اللي انت عايزها. تمام، والوقت من امتى لامتى، لمده قد ايه مثلا، 1 مانث وهكذا. وتقدر بقى تيجي هنا تقول له بريفيو سولار ستادي، فيبدا يعمل لك دراسه للحركه بتاعه الشمس، ويبدا يعمل لك فيديو للحاجه ديت. تمام، طيب نرجع اهوت، ده برضو تحليل للشمس اهوت، الساعه كام هيبقى من كذا، يوم 1 ابريل الساعه كذا هيبقى عامل ازاي، وتقدر تشوف بالشكل دوت. تمام، وتشوفها حكايه السيلاك الانرجي يوزز هيبقى عامل ازاي، واللايف سايكل كوست اناليسيز. تقدر تطلع
تقرير بالشكل دوت سكاي لايت جرازنج هيبقى عامل ازاي. طب لو احنا خلينا نسبه الجرازنج مثلا بدل 95 خلينا 65 هتبقى الانرجي يوسج هيبقى عامله ازاي. طب لو خلينا السكاي لايت جرازنج 35. طبعا احنا عملنا تحليل مره وسيفنا الشغل وبعد كده عملنا مره ثانيه ومره ثالثه لحد ما طلع معانا النتيجه ديت. بيطلع معانا حاجه بالشكل دوت المخططات. هنشوف برضو امثله للمخططات ديت من خلال برنامج الريفت عادي. ده مثلا اهو برنامج الريفت كمثال ان انا عايز ادخل المعلومات مظبوطه عشان الشغل يطلع معايا مظبوط. تمام، هنبدا نشوف مثال واحنا شغالين ايه الحاجات اللي احنا بنطلعها. الهيتنج اند كولنج لودز بيبدا يطلع لي لكل غرفه من الغرف. هنشوف نعملها ازاي برضو ان شاء الله. الويزر داتا اهيت. الثيرمال زونينج بنبدا نقسم الغرف لزونينج، كل 3 4 غرف مثلا ممكن نحطها في زونينج ونبدا نعمل لهم الدراسه بتاعتهم. الباسيف ديزاين عايزين نعمل ديزاين يكون ما فيش استهلاك لحاجه من بره المبنى ويكون حاجه تصميم صديق للبيئه. ده سي اف دي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو مسارات الهواء بحيث ان انت تكون قاعد في مكانك مبسوط. وفي الفتره دي في قطر مهتمين جدا بالنقطه دي خصوصا كاس العالم، انت عندك الاستادات مفتوحه وناس جايه مش متعوده على الحر جايه من اوروبا، فانت عايز تكيف المكان وهو مفتوح. يعني في 8 استادات الثمانيه السقف بتاعهم مفتوح تمام، فانت ازاي هتعمل لهم تكييف وتعمل لهم سي اف دي؟ ففي تكييف تحت الكراسي كلها وطبعا طاقه كبيره جدا، يعني ان شاء الله يعني يتم على خير. تمام، طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنهتم بيها موضوع اللايتنج، موضوع الميكانيكال، موضوع البيلدنج اورينتيشن. مجرد ان انت تغير اتجاه المبنى 5 درجات 10 درجات هتفرق كتير، بس ازاي هتعرف فرق صح ولا غلط من غير ما تبني المبنى وبعد كده تكتشف المشاكل؟ لا، بنعمل الحاجات دي كلها من خلال البيم وطلع المنتج. طيب السوفت وير، هنبدا نركز على موضوع السوفت وير. بس في جمله عجبتني قوي، software doesn't design sustainable building people do. البرامج دي كلها مش هي اللي هتصمم لك المبنى ومش هي دي الحاجه اللي هتفرق معاك ومش هي دي الحاجات اللي يعني لا، اللي هيفرق معاك الافكار بتاعتك والعلم اللي انت عملته. الانسان هو اللي بيصمم مش البرامج ديت. طيب في برامج كتيره جدا وفي برامج معتمده من الليد، يعني لو انت طلعت ريبورت وبعته للليد بيتوافق عليه تمام، زي دوي 2 ايكويست فيجوال دوي انرجي بلس انرجي برو هاب تريس بلس اي اي اس انتجريتد انفايرمنت سوليوشن وهكذا. طيب ده مثلا برنامج انسايت 360 وده ان شاء الله هنشوفه مع بعض. ده يعتبر ادنس جوه الريفت تمام. يعني خلينا نبدا مشروع كده نيو واقول له ان انا عايز ابدا مشروع تمام. بيقول لي انت عايز تبدا ايه، هقول له اركتكتشر تمبليت واختار بروجكت. هيبدا يفتح المشروع اهوت. بسم الله. طيب انا دلوقتي حاجه من الاثنين، يا اما عندي ماس يعني لسه بفكر في الفكره، يا اما عندي حوايط وباب وغرف وحاجات زي كده. طيب انا هفترض ان انا عندي ماس لسه بفكر تمام، كل شويه اغير الماس وابدا اعمل الاناليسيز لحد ما اوصل لانسب حاجه ليه. اروح هنا عند مثلا ان سايت واقول له امبليس ماس تمام ماس، وهبدا ارسم الشكل بتاعي. وليكن مثلا بالشكل دوت، وهدخل بقى في 3 دي اعلم على الشكل وهبدا اقول له كرييت فورم، وتقدر تيجي من فوق كده وتعدل زي ما انت عايز. ممكن تيجي على الجزء دوت وتعدل فيه. الماس بيقدر يديك شغل جامد جدا، حتى ينفع في الحاجات اللي هي الاشكال العضويه والحاجات دي تقدر تعمل بيه. لو انت عايز تعمل بيه قرد هتعمل، يعني لو انت عايز تعمل ترسم قرد وحاجات لذيذه يقدر يعملك حاجات قويه جدا. طيب ممكن نيجي هنا هنلاقي عندنا في كذا ليفل، هنبدا نزود الليفلات. هقول له فينش وابدا ازود الليفلات اهو، وابدا اعمل ليفل كمان ليفل كمان وهكذا. طيب اهم حاجه ان انا اعملها ان انا احدد احنا موجودين فين.
طيب فهاجي هنا من المانج وهقول له ان انا موجود فين اللوكيشن بتاعي، تبدأ تحدد اللوكيشن بتاعك. هو تقريبا جاب مكان تاني كايرو. عشان يطلع التحليل بتاعك مظبوط. طيب ممكن بقى تيجي هنا، انت كده رسمت الماس، الماس ده ممكن تبدا تقول له اعمل تحليل، هيعمل تحليل. ممكن نيجي هنا نقول له اعمل لي ماس فلور، فيبدا يعمل لي فلور في كل ماس. ممكن تقول له اعمل لي الحوايط الخارجيه اهو باي فيس، فتبدا ترسم الحوايط زي ما انت عايز. خلينا نيجي هنا حتى لو الحيطه فيها ميل هو بيقدر يرسمها. ممكن تقول له طب ارسم لي بقى الفلور، طب ارسم لي كذا، فيبدا يرسم لك كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تقول له مثلا ارسم لي الروف. تمام. طيب خلينا نقول له ارسم لي الفلور اهو. طيب هقول له سوري، بعد ما رسمتهم هقول له كريت فلور. طيب وبعد كده هروح اقول له ان انا عايز ارسم الروف، روف باي فيس كريت روف، فيبدا يعمل لي الروف بالشكل دوت. بنبدا نعمل المعلومات اللي احنا عايزينها، وبعد كده هروح لي مسنج، هروح لي اناليسيز واقول له اعمل لي هنا ده اللوكيشن خلصنا منه. هقول له كريت انرجي موديل، اعمل لي انرجي موديل، فيبدا يعمل لي انرجي موديل. بالشكل دوت. طيب هقول له اعمل لي سيستم اناليسيز، في مشكله في الفولدر. طيب بعد كده هقول له اعمل لي اوبتمايز. اوبتمايز يعني ايه؟ يعني خد الموديل دوت ارفعه لي على بيم 360 وابدا وريني المعلومات. اقول له كريت انسايت فاينل، هيبدا يعمل لي اناليسيس للمبنى اللي احنا رسمناه، بس هو بياخد وقت على ما يترفع. طيب خلينا نشوف حاجه قديمه ونيجي هنا لحد ما هو يترفع. خلينا مثلا نشوف المبنى دوت. ده مثلا مبنى مباني، لو انا جيت هنا بعد ما المبنى بتاعي بترفع بتقريبا بياخد مثلا 10 دقايق او حاجه زي كده، هيجي لك رساله على الايميل يقول لك ان هو رفع الحاجه. بقول له اعمل لي اكسبورت، فبيقول لي انت عايز تصدر الشغل بتاعك ده لايه؟ ممكن تصدره للانرجي بلس، للجي بي اكس ام ال، للدوي 2، للانرجي كوست، ل انهانسد في فاكتور وهكذا. فتبدا كل الحاجات دي تقول له اكسبورت، يبدا يصدر لك الشغل او الموديل بتاعك دوت للبرامج دي، هيعمل لك داونلود ليها دلوقتي، بيعمل لها داونلود. طيب ممكن تقول له اعمل لي مقارنه، ممكن تعلم على ده وتعمل لده، فيبدا يعمل لك مقارنه بين النتيجتين. ممكن تختار مبنى وتقول له انا عايز ادخل جوه المبنى دوت، فيبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه بالمبنى دوت، هيكلفك قد ايه في السنه. تمام. وتقدر تقول له مثلا كلفني في المتر المربع قد ايه، فيبدا يجيب لك المعلومات كلها زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. بيبدأ يوريك المبنى 3D، تقدر تعمل بان تحركه، تقدر تعمل اوربت حواليه، تقدر تشوف اللوكيشن بتاعك، تقدر تعمل زوم. تمام. تقدر تقول له انا عايز اشوف الكاميرا العدسة بتاعتها، ممكن تقول له انا عايز اشوف موديل سيكشن في 3D بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اقيس من هنا لهنا مثلا قد ايه، فيبدا يجيب لك المقاسات. ممكن تقول له اعمل لي اكسبلود، يعني خلي كل عنصر بعيد عن العنصر اللي جنبيه بحيث انا عايز اشوف المباني عامله ازاي وهكذا. تقدر بقى تشوف بقى الحاجات اللي يبدا يجيب لك بقى الويندوز جلاسز بتاعتها، الويندو شيد، النورث وول، الويندو، كل المعلومات دي تقدر تدخل جواها وتبدا تشوف الاستهلاك بتاعها هيبقى قد ايه، انرجي كوست قد ايه، وتعمل اناليسيس تاني وتبدا تقارن بينهم، وكل الحاجات دي تقدر تسيفها زي ما انت عايز. تمام. طيب نفس المشروع دوت، مجرد ان انت قلت له اعمل لي اناليسيس ليه، بيرفعه على حاجه اسمها اوتو ديسك في نفس اللحظه. تمام. اوتو ديسك جرين بيلدينج سوليد. هو انت مجرد ان انت دوست على الزرار دوت،
اللي هو اوبتمايز بيبدا يرفع الموديل بتاعك على طول زي ما نشوف مع بعض. طيب خلينا نرجع لل اه ده مثلا مشروع انا كنت شغال فيه في حاجه في السعوديه اهو دوت. ده بيبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه، كل النافذه فيها الفلور ايه قد ايه، الانرجي يوز قد ايه، الالكتريكال كوست قد ايه، كل المعلومات دي بيبدا يجيبها لك. طب الران شارت بيبدا يجيبها لك اهوت بالشكل دوت اهي. كل عنصر هيبقى الاستهلاك بتاعه عامل قد ايه، تمام. فانت ممكن مثلا مره تقول له انا هستخدم مثلا شاور عادي، وعايز استخدم مره شاور يكون حاجه صديقه للبيئه، تمام. فيبدا يجيب لك مقارنه بينهم. ده هنا تفاصيل المشروع، ده هنا البروجكت ديتيل، البروجكت العناصر. تقدر تضيف اي حد، تكتب الايميل بتاعه ويبدا يدخل معاك ويقدر يشوف المشروع دوت، وتحدد هو من حقه ان هو مثلا يعمل رن، من حقه ايه يعمل داونلود وهكذا. الحاجات القويه برضو الويزر ستيشن، دي من الحاجات القويه جدا. زي ما بقول لك، مجرد ان انت عملت بنيت الموديل على الريفت تقدر تدخل وتبدا تشوف المعلومات بالشكل دوت. الويند روز اهيت، الويند سبيد قد ايه، الاتجاه بتاعها، طب داخله الفتره كلها، طب انا عايزها بالاني واحد القياس يبدا يغير لك واحد القياس، طب انا عايزها لفتره معينه في الصيف في الشتاء، فتقدر تقول له انا عايزها مثلا في الوينتر في السبرينج في السمر في الفول وهكذا. تقدر تشوفها خلال كل فصل لوحده لو انت حابب، تمام. فدي من ضمن الحاجات الانسايت اوتوماس تيم، من الحاجات اللي الواحد بيلاقي سهوله جدا في الشغل عليها، ومعتمد جدا. يعني في ناس عامل رسائل دكتوراه وماجستير معتمد على التحليل بتاع انسايت اوتوماس تيم. بالانسايت اوتوماس تيم في سولار اناليسيس، في اللايت اناليسيس، في الهيتنج اند كولينج لود، في الجنريت انسايت. يعني تقدر تعمل سولار اناليسيس، تقول له مثلا عندي سطح مثلا اهوت، خلينا نختار مثلا اي 3 دي من هنا، اي 3 دي، وتقول له انا عايز اعمل سولار اشوف السطح بتاعها هيبقى كويس ولا لا، تمام. ده انا كنت عندي هنا اداتين، في حاجه اسمها اللايت والسولار. لو قلت له سولار اهو بيبدا يقول لي طب انت عايز تعمل سولار ازاي او ليه، فبيبدا مثلا يقول لي انت عايز تعمل سولار انرجي مثلا اهوت. ممكن تقول له انا عايز الروف كله، كل الروف، او عايز سيلكت هعمل سيلكت، او كل الماس فيسز لو انت عندك ماس فيسز، وتقول له ابديتد، فهو بيبدا يقول لك الاستادي المساحه اللي انت عامل لها دراسه قد ايه، تمام. وبيبدا يعمل لك الجزء اللي هو هتعمل فيه ينفع تعمل فيه طاقه شمسيه، بيعمله بصحه معينه، ويبدا يجيب لك الدراسه هتبقى قد ايه، تمام. فبيقول لك مثلا المسطح دوت والمسطح دوت والشمس هنا تبقى قد ايه وكده، تمام. ممكن تيجي هنا وتقول له طب انا عايز اعمل سيلكت للحاجه، تمام. التايب بتاع التحليل هيبقى مثلا معتمد على الافريج انسوليشن مثلا، الستايل بتاعك عايز أن نوع من انواع سولار اناليسيس في اليوم قد ايه وهكذا. اكسبورت، فبتبدا تختار هتصدر الحاجات دي مثلا ملف اكسل سي اس في، وتبدا تعمل عليه التحليل بتاعك. ممكن تقول له مثلا انا عايز الجزء المعين دوت، تقول له مثلا انا عايز اعمل يوزر سيلكشن، وتبدا انت تختار، تمام. تبدا تختار اللي انت عايزه، الجزء ده مثلا الجزء ده، وبعد كده تقول له فينيش وتعمل ابديتد، فيبدا يعمل لك التحليل على المساحه الجديده اللي انت عايزها. طيب وفي اللايتنج هيبدا يجيب لي بقى دور دور الاناليسيس بتاعته هتبقى عامله ازاي، تمام. بتقول له انا عايز مثلا اعمل ران نيو اناليسيس، بس هيرفع الموديل وهياخد شويه وقت صغيرين على ما يبدا يعمل لي الاناليسيس ده. فبيقول لك الاناليسيس اللي انت عايزه دايلايت ليد زي ما انت عايز، كل الليفلات ولا ليفل معين، طب انا عايز كل الليفلات دلوقتي، الريزوليوشن قد ايه، تشيك برايس، انا عندي الزيرو كريدت، المفروض ان لو مشروع او نسخه حقيقيه بيبدا يحاسبك عليها. فبقول له ستارت اناليسيس، زي ما شايف ده التحليل اهو بتاع السولار للجزء ده، ويعتبر احنا مش مستخدمين اي برامج، ما صدرناش لاي برنامج. بيقول لي موديل از ابلودنج، هو بيعمل ابلودنج دلوقتي، ولما يخلص هيبدا يعمل ابديتد، هيبدا يعمل لي مثلا كذا فيو للتحليل دوت، تمام. هيبدا يعمل لي حاجه زي كده انسايت لايتنج روم سكادول، يبدا يعمل لي سكادول كل غرفه الدي لايت اللي فيها قد ايه والشمس اللي فيها قد ايه وهكذا. فده جدول كان بياخد وقت كتير جدا عشان نعمله، هو بقى يتعمل تلقائي ولسه مخلصش، لما يخلص المشروع
هيبدأ يجيب لي المعلومات المتعلقة بالمشروع ده كله. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها عشان نطلع اناليسز كويس، وانا اسف اذا كنت طولت عليكم، موضوع السبيس. موضوع السبيس ان انا ببدا اعرف السبيس. طبعا احنا في روم السبيس دي بتبقى حاجه ادق او فيها معلومات اكتر. لو انا قلت له سبيس تمام، هتلاقي دي انا لسه كنت عاملها من شويه. خلينا نخش مثلا في الفرور رقم 2، اقول له سبيس واقول له سبيس بليس سبيس اوتوماتيك، هو هتعمل لي 38 سبيس في ثواني. السبيس بقى عباره عن ايه؟ طبعا الناس عارفه الروم، وهنبدا نشوف السبيس. نبدا نعمل عليها سيلكت. طيب في في نخش على السبيس، هعمل الريفرنس عشان اقدر اعمل سيلكت اسهل على موضوع السبيس. هبدا اعمل سيلكت هنا. طيب لو انا علمت على السبيس بيبدا يديني المعلومات العاديه، يعني موضوع الكونسترينت ده موجود في قلب الروم العادي، وموضوع برضو الدايمنشن ده هتلاقيه برضو في العادي. طيب الجديد بقى ايه؟ الجديد الالكتريكال، هو بيبدا يحسب الكهرباء او اللايتنج المستهلكه في المكان ده هيبقى عامل ازاي، والانعكاس قد ايه، والحاجات دي كلها، واقدر اغير الرقم. طبعا خلي بالك هنا لسه ما اتحسبش، عشان نحسب لازم نروح لاناليسيس ونروح هنا للهيتنج اند كولنج لود، ندوس على الزرار ده يبدا يجيب لك الارقام اللي هنا، الالكتريكال لود قد ايه بالنسبه للتكييف، بالنسبه للاذر لود لو في اي اجهزه كهربائيه هو يحس بيها ويبدا يشوفها. الحاجات الخاصه بالميكانيكال زي السبلاي اير، والحاجات الخاصه بالريتيرن، والحاجات الخاصه بالاكسوست اير. المعلومات دي بدخلها مره واحده، ولما بصدرها لاي برنامج من البرامج بتروح للبرنامج ده. طيب هنا السبيس مكتوبه سبيس، انا عايز اسميها بالاسم بتاعها، فبلاقي حاجه اسمها سبيس نيمنج، بياخد اسم الروم ويحطها في السبيس على طول. مجرد بتقول له اوكي خلاص العمليه تمت. طيب بنلاقي بقى بعض الحاجات الخاصه بالانرجي، دي اهم حاجه، هل في بلينم ولا لا، هل في كيوبل ولا لا، في كونتيشن تايب، ممكن تقول له مثلا المساحه دي هتبقى هيتنج بس او كولد بس او الاثنين او فنتليشن او كده. السبيس تايب ندخل مثلا على البيلدنج تمام. السبيس تايب ده هتبقى عباره عن ايه؟ ممكن تقول له مثلا دي عباره عن بنك كاستمر اريا، فاوتوماتيك بيروح للقشري وياخد الارقام ويحطها، وليك ان انت تعدل فيها لو انت حاسس الارقام دي مش مناسبه للمنطقه بتاعتك. يعني اريا بالبيرسون لكل شخص هيبقى 3 متر وثلث، فيبدا يحطها وهكذا، فيبدا يستلم الارقام دي. كل مكان هو اوتوماتيك، مجرد اخترت المكان هو بيبدا يحط لي كل المعلومات دي. فعشان كده لما بصدر المعلومات بتاعتي لاي برامج الاناليسيز بيلاقي كميه معلومات محتاجه وزياده كمان. الحاجات الخاصه بالكونستراكشن تايب بيقول لي مثلا هنا هتلاقي مثلا حاجات خاصه بالروف، تقدر تختار نوع الروف اللي عندك. طب النوع الاكستيريور وول وهكذا. طبعا لو انت مدخله مظبوط خلاص، لو انت مدخل باني المبنى مظبوط خلاص، لو مش مدخل ممكن تختار اللي انت عايزه وتقول له اوفر رايد، يعني خد الرقم ده هو ده الرقم السليم. البيبول الاشخاص اللي موجودين تمام، هل هتحسبهم بالسبيس تايب ولا هتبدا انت تحدد، يعني ممكن تقول له سبيس تايب هيبدا يشوف السبيس نوعها ايه ويحدد عدد الاشخاص الموجودين، او تقول له لا ده انا عايز انا ادخلهم انا زي ما انا عايز تمام. الالكتريكال لود تقدر تختار الالكتريكال لود زي ما انت عايز. طيب دي فكره الشغل. طيب خلينا نروح للاناليسيز واقول له عايزين نجرب الهيتنج اند كولنج لود، بس اعمل سبيس للروف للدور دوت. اناليسيز سبيس، هقول له اعمل لي سبيس للمكان ده كله. مجرد ان انا اروح اقول له هيتنج اند كولنج واقول له اوكي، بيبدا بقى يديني المعلومات كلها، النوع المبنى طبعا هيختلف في الحسابات لو النوع السبورت ولا سكول ولا كذا، المكان الجراوند اني دور فيهم هو الجراوند، انت شغال في اني مرحله عايز تعمل تحليل، وهنا ديتيل لو في اي سبيس فيها مشكله بيبدا يجيب لي السبيس اللي فيها مشكله، ممكن في حيطه ناقصه، في حاجه زي كده ناقصه تمام. بتقول له انا عايز الريبورت، انا اختار ابسط حاجه عشان ما ياخدش وقت في الاناليسيز، واقول له كالكوليت. اتمنى الناس تطبق الحاجات ديت، ولو حد عنده مشكله يبعت لي ونبدا نشوف المشاكل. انت لو حددت المكان مظبوط وعملت الانرجي موديل مظبوط هيبدا يعمل لك التحليل المظبوط. هو دلوقتي خلص تقريبا
101 103 يعني هذا بخلص. هيبدأ يجيب لي تقرير لكل غرفة موجودة بالمعلومات الطاقة اللي ممكن تستهلكها، كمية التكييف اللي هي محتاجاها، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. ريبورت احنا مختارين أبسط حاجة سامي، لو اخترت حاجات أدفانسد بيجيب لك أدق أدق التفاصيل. تمام؟ اه جايب لك كل غرفة الاستهلاك بتاعها قد ايه. هقول حاجة وبعد كده سيبه يحسب الحاجة اللي هي بتاخد وقت يعني. تمام؟ طيب أنا دلوقتي عايز أبدأ أحسب الإنرجي سيتنج، بتيجي هنا بتحدد بقى، دي اهم حاجه لان ناس كتير بتنساها فبيطلع لهم ان هو مفيش حسابات خالص. بيقول لك انت عايز تحسب البيلدنج اليمنت ولا كونسبشوال ماس، الماس اللي انت رسمه. لو انت عامل ماس واخترت بيلدنج اليمنت بيبص ما بيلاقيش حوائط خالص فبيقف، لما مستخدم المباني ومش عامل ماس فلازم تكون مختار المباني. الجراوند بلان، البروجكت فيس، بتبدا تختار المعلومات للمشروع ككل، يعني كل الحاجات اللي هنا خاصه بالمشروع ككل، مش غرفه غرفه، نوع المشروع. طيب هنا بيقول لي لما تيجي تصدر الحاجات هتصدرها سبيس ولا روم، فبتقول له انا عايز اصدرها كسبيس. كونسبشوال تايب، بتبدا بقى تختار المعلومات الخاصه بالحوائط، بالروف، بالفلور، المعلومات العامه للمشروع. بعد كده بتقول له اوكي، وتقدر تسيف المشروع بتاعك ملف جي بي اكس ام ال لاي برنامج من البرامج غير برامج البرامج الخاصه بالاستدامه السستينابيلتي. عندي بعلق شويه في التصدير. فايل اكسبورت، بتلاقي عندك التصدير لملف الجي بي اكس ام ال، خلينا نكون موجود في 3 دي اهوت. بيقول لك بقى انت عايز تصدر الانرج سيتنج ولا معتمد على الروم وسبيس والفوليوم والحاجات ديت، تقول له اوكي، بيبدا يختارهم وتقول له نيكست، يبدا يصدر لك المعلومات كلها الى اي برنامج من برامج التحليل الخاصه بالاستدامه. حاجه ممتازه جدا. في برضو الفي في، لو انت عملت اناليسيس ولاتها ما ظهرتش اتاكد ان انت معلم على الاناليتيك سبيس والاناليتيك سيرفيس عشان تظهر معاك. طيب فبيبدا يجيب لك التفاصيل تفاصيل. طيب ممكن نقول له بقى انا عايز اعمل هيتنج اند كولينج، ونجرب ان احنا نديله تفاصيل اكتر بحيث نشوف التقرير نفسه الديتيلز هيبقى شكله ازاي. طيب طيب دي مثلا الجرين بيلدينج استوديو، احنا شفنا المعلومات اللي بيديها لنا معلومات قويه جدا، وتقدر ترفع الملف بتاع ريفت او تقدر تصدر من الجين بيلدينج ستوديو لاي برنامج اخر. تمام؟ في برضو الانرجي، احنا اتكلمنا عن النقطه ديت، ازاي تعمل كريت انرجي موديل. كان زمان في حاجه اسمها ريزولت كومبير بس ما اختفت دلوقتي. بيقول لك انت ممكن تحدد اهم حاجه، تحدد لوكيشن والفيسز وتبدا تعمل التحليل. ده مثلا ادنس اسمها تو ديسك رايت بلجن فور ريفت، دي اعتقد مجانيه. بيقول لك بقى الشمس جايه هنا، فبيبدا يجيب لك تحليل للشمس وللاناره اللي انت مشغلها، يبدا يقول لك مثلا الحاجات تبقى منوره بالليل بالشكل عامل ازاي. تمام؟ دي احنا شفناها ازاي تعمل الجريت عشان تطلع معلومات دقيقه. من ضمن الحاجات برضو الماتيريال، الماتيريال في برامج البيم مش ريفت بس، حاجه خرافيه. تمام؟ ده تقرير اهو زي ما كتاب بيقول، كل سبيس يعني دي سبيس واحدة اهي جايب لي فيها معلومات كتيرة جدا خاصة بالاتجاهات هتبقى عاملة ازاي وكل حاجة. طيب لو انا جيت هنا في الانرجي ليفل، الماتيريال، لو علمنا على اي حائط كده عشوائي، اي حائط وليكن ده، ودخلنا جواه في الايديت، طيب ودخلنا جواه في الايديت، كل ماتيريال من دول، كل ماتيريال لما تدخل جواها مش مجرد شكل، يعني البرامج التانية بيقول لي جرافيكس وابيرنس، لا اقدر اضيف فيزيكال، معلومات خاصة بحاجات فيزيكال، وليكن مثلا كريم، وليكن مثلا دوت اهو، وتقدر الفيزيكال هيت تقدر تحط المعلومات اللي انت عايزها وتختار معاك في الحسابات. السيرمال تقدر تختار حاجات خاصة بالسيرمال. دي حاجة تخص الجهاز؟ لا بلاش.
سيناريو مثال. طيب خلينا مثلا، لا بلاش رقم مثلا، وليكن مثلا تمام، هيبدا ياخد لك المعلومات الثيرمال وتقدر انت تعدل فيها زي ما انت عايز. فبتبقى معلومات دقيقه جدا، ان عنده كل حيطه كميه اليو فاليو بتاعتها قد ايه، كميه الجاز قد ايه، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، الكربون الحاجات دي كلها موجوده في كل عنصر من العناصر. هو حتى هنا هيقول لك اليو فاليو قد ايه، الار فاليو قد ايه، كل الحاجات دي موجوده اوتوماتيك، هو بيبدا يحسبها اوتوماتيك. فحاجه كانت بتاخد مننا وقت كتير جدا هو سهلها لنا، بس زي ما بنقول تالت مره لازم الافكار الاساسيه اهم بكتير من البرامج. ده مثلا برضو برنامج اليوم تولز بيبدا يعمل لك تحليل لللايتنج، ده ادنس بتتسطب جوه الريفت، بتضاف جوه الريفت وتبدا تشتغل عليه. ده مثلا ايكو سكوارد كارد بلجن، ده بيديني برضو تحليل للبروجكت للمشروع، حاجات خاصه بالليد. انا حتى مسطب حاجه هنا بشتغل بيها اسمها UL سبوت، ودي يعني انا مختار عشان هي ببلاش معاش فلوس، بيعمل لي يقول لي مثلا انت عايز تعمل ايه، عايز حاجه ليد خاصه بالنيو كونستراكشن ولا بالاكسيستنج بيلدينج ولا كور اند شيل، تبدا تشوف ويبدا يجيب لك التقارير الخاصه بالحاجه بتاعتك. طيب نرجع للمشروع، في برضه بلجن اسمه اي اس في اي، ده بيصدر للاي اس، هنبدا نتكلم عنه بعدين. السفاري ده بيشتغل على البرامج كتيره، منها من سكتش اب، على الريفت، على برامج كتيره، بيبدا يعمل لي تحليل لللايتنج والشفاك كولينج والفنتليشن وهكذا. في برنامج الاركي كاد، من البرامج القويه جدا 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 وممتاز جدا، وجواه حاجات خاصه بالايكو ديزاينر، ده برنامج بيديني برضه تقرير خاص بالاستدامه وخاص بايه بيلدنج انرجي موديل خلال الشهر وخلال السنه وهكذا. فهو من البرامج المحترمه جدا، ويعني الناس اللي شغاله بالاركاد بتستمتع بيه. البنتلي برضو عندها جزء خاص بالانرجي اناليسيز، فزي ما انت شايف كل برامج البيم بيبقى فيها جزء خاص بالاستدامه وتقدر تصدر، وبيبدا تشوف بقى الريبورت بالشكل دوت. المفروض انت مثلا توصل لحاجه معينه بس الحقيقي بتاعك وصل للحاجه ديت، فانت لازم تشعر عايزه كده. في الانفرا وركس، ده لو انت ما اشتريتش الارض ولسه بتفكر في الارض وعايز تختار مثلا حاجه تكون قريبه من الميه، قريبه من الكهرباء، قريبه من السكن، على اساس تاخد النقط بتاعه الليد، فده بيجيب لك خريطه، والخريطه دي معتمده على اوبن ستريت ماب، وده اوبن سورس. طيب هي حاجات خاصه بالاستدامه. في برنامج فزاري، ده من البرامج القويه، بس اوتوديسك وقفته، فيعني هو وايكوتكت البرنامجين كانوا ممتازين جدا، فعشان كده اوتوديسك وقفتهم وقالت لك ان الحاجات اللي فيهم هتبقى موجوده في قلب الريفت، فيعني ببلاش ان احنا اللي عارفهم زمان خلاص بيشتغل بيهم، انما ما تعلمهمش يعني. انا بشتغل ساعات بايكوتكت وفزاري لان خلاص حافظهم، بس لو انا هبدا اتعلم برنامج لا، ممكن ابدا اشوف برنامج زي ديزاين بيلدر، هنشوفه مع بعض دلوقتي. ده اوتوديسك سي في دي بيعمل لي دراسه لمسارات الهواء واشكال مختلفه، حاجه زي كده. دلوقتي السبلاي هيدخل من هنا والريترن من هنا، فالهواء هيمشي كده، ففي منطقه مثلا مش هيوصل لها هواء، فبنبدا نعمل دراسه للحاجات ديت. اي اس ده متخصص في المدن، ففي مدن اتعملت في عمان وفي السعوديه وفي قطر وفي الامارات بشكل قوي جدا، اهو الهواء هيبقى ماشي ازاي، طب المبنى ده هيسد على المبنى ده الهواء، فبتبدا تدرس للحاجات دي. في مثلا الشيخ زايد، جامع الشيخ زايد في ابو ظبي، اتعمل بالاي اس. السولار شادو ستادي للمدينه كلها، هل الريفت يقدر يعمل حاجه زي كده؟ بس يعني محتاج ان انت تنظم الملفات بتاعتك شويه عشان ما يبقاش تقيل عليه. ده الاي اس، تبدا تشوف لو انت عملت المبنى في فتحات هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت. في كل ده مثلا اتعمل في مسقط عمان. دايلكس كنا زمان بندخل لوحه الاوتوكاد ونقعد بقى نعمل الحول ال 2 دي ل 3 دي، كان بياخد وقت كتير قوي، دلوقتي تقدر تصدر من الريفت اوتوماتيك ويشتغل معاك بدون مشاكل. تقدر تعمل تبني يعني المبنى اللي عندك بتصدره ويبدا يشوفه ويبدا يشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص. برنامج اوكوتكت كان بيعمل حاجات روعه، بس من تقريبا 2010 تقريبا وقفوه، فخلاص يعني كان بيعمل سيموليشن للظلال واللايتنج والكولينج والبيلدنج هيتنج واللود كالكوليت والانرجي اناليسيز وحاجات كتير قوي، وبس للاسف خلاص
هتبذل جهد وهتلاقي نفسك يعني مش متكيف مع بقيه البرامج. احنا بنستخدمه ان احنا بنعمل الموديل في الاول خالص وبعد كده ممكن نكمل في اي برنامج تاني. وتقدر تنقل تصدر الشغل بتاعك جي بي اكس ام ال ويقراه الايكوتكت وتبدا تشوف الشغل عليه، بس زي ما قلنا الشركه موقفاه ما بتطورش. تمام، ده تحليل مثلا للثيرمال انرجي في قلب الايكوتكت. الراينو جروس هوبر، الراينو هو مش من برامج البيم بس هو قريب هيبقى من برامج البيم. الجروس هوبر بيعمل لي حاجات براماتيك جواه بشكل قوي جدا، تقدر تبني عماره وتخليها تلف ومجرد تعدل الرقم يتغيروا كلهم في نفس اللحظه، حاجه خرافه يعني. ده مثلا هو بتعمل شيك على الشغل بتاعك، هو مسته ان في مكتبه قويه جدا زي الليدي باج موجوده جاهزه، فبتلاقي الشغل بتاعك سهل قوي. بتحط المبنى اللي انت بتفكر فيه وتقول له بيلدنج انرجي موديل وتبدا تعمل تحليل وتشوف افضل شكل فيهم انهي واحد. ده البراماتيك، مجرد تعدل الرقم تلاقي كل الشغل بتاعك اتعدل في ثواني. بتلاقي ان انت ممكن تدخل الشغل بتاعك كله وبعد كده تصدره، ممكن تكمل في مثلا ليدي باج بتدخله ملف اسمه اي بي دبليو، ده ملف خاص بالمناخ، وبعد كده هو يطلع لك الويزر داتا بشكل فيجوال، وتطلع لك اناليسيز ويزر داتا، اناليسيز جيومتري، ويطلع لك الحاجات الخاصه بالطاقه الشمسيه. ده مثلا باتر فلاي، ده جوه الجراس هوبر جوه الراينو. تمام، اغلب الحاجات دي مجاني، اغلب وليس كل، اغلب الحاجات دي بتبقى مجانيه محطوطه اوبن سورس. جراس هوبر اوبن سورس، الراينو لا بفلوس. تمام، طيب الهاني بي ده برضو بيعمل لي تحليل للدي لايت، بيعمل لي تحليل للحاجات الخاصه بالطاقه، هو معتمد على الاوبن ستوديو وبيطلع حاجات خاصه باللايتنج. ففي مكتبة حلوة جدا تقدر تعمل عليها، الديفا فور راينو برضو بيعمل لي تحليل للتايم فيجواليزيشن للليد للسولار وهكذا. فهنشوف بقى الديزاين بيلدر ده من عمالقة البرامج، والحمد لله ان هو بيقبل اوتوماتيك من الريفت للديزاين بيلدر اوتوماتيك، مجرد ان انت تصدر بيعمل لك بقى تحليل خاص بالسي في دي، حاجات خاصه بالسيموليشن بتاع اللايتنج، حاجات خاصه بالطاقه، زي ما انت شايف مجرد تبص على اي واحد من دول يبدا يطلع لك المعلومات الخاصه بالدي لايتنج بالسي في دي بالسيموليشن وهكذا. فهو من البرامج القويه جدا والمعتمده في رسائل كتيره للدكتوراه والماجستير. ايكويست من البرامج برضو الخاصه بالدي لايت، وبرضو بيعمل الشغل من البيم. الامفي من البرامج القويه جدا لو انت بتشتغل على مدن، لو انت عايز تشتغل على مدن وتبدا تعمل دراسه لحي كامل او محافظه او كده، ده برنامج قوي في الموضوع دوت. الفكره كلها زي ما قلنا ان انت تقدر تصدر لجي بي اكس ام ال من اي برنامج لاي برنامج تاني، او اي اف سي لو البرنامج بيقبل اي اف سي، ده برضو انت مشترك بتقدر تنقل بيه المعلومات من مكان لمكان. ده ملف اللي هو الجي بي اكس ام ال تقدر تصدره بعد ما تعمل كالكوليت تحسب السبيس ويبدا تصدر لك الحاجات دي كلها. الجي بي اكس ام ال معتمد تقريبا من كل برامج الاتشفاك ومن كل برامج البيم، يعني بيشتغل في الايكوتكت، الجرين بيلدنج، الريفت، البنتلي، السكتش اب، الجراف سوفت، بيشتغل مع الكارير هاب، بيشتغل على اليت انرجي بلس، فتقريبا كل البرامج اصبحت مشتركه. هو ده شكله، بيبدا يحط لك المعلومات، يعني مثلا يقول لك الاريا دي مساحتها كذا، المبنى دوت معلوماته كذا، اوفيس الاي دي بتاعه كذا، فبتلاقي معلومات لو انت ركزت فيها تقدر تقراها، بس هي مش معموله عشان تقراها، معموله عشان الكمبيوتر نفسه هو اللي يقراها. مثال مدينه مصدر دي موجوده في الامارات اللي عملها فوستر بارتنر، فوستر اند بارتنر، مدينة مهتمة انها تكون صديقة للبيئة وتكون ما بتستهلكش حاجة من بره وما يكونش فيه حاجة ملوثة للهواء، فمعمولة بشكل قوي جدا. في تقليل للهدر بتاع الووتر، وهي واخدة الليد، واخدة البريم، واخدة الدي جي ان، واخدة حاجات كتيرة جدا في موضوع الاستدامة. ده شكل المقر الرئيسي، طبعا اتعمل له اناليسيس بشكل قوي جدا، معمول بالبيم مع البرامج الخاصة بالاستدامة، بيبدا يدرس الهواء هيخرج ازاي ويدخل ازاي والحاجات دي كلها، بحيث ان اللي موجود في المبنى يكون حاسس بالراحه، معمول له اناليسيس اهوت. في اكتر من سيستم موجود للهيلث سيستم واللايت كنترول والحاجات دي كلها، بحيث يقلل الهدر ويعمل حاجه قوي. ده سيستم انتجريشن وهكذا.
ده ان شاء الله هبعت لكم، هبعت للدكتور البرزنتيشن دي لو حد عايز يقراها هيلاقي فيها الرابط بتاع الكتاب، هو معمول مجاني واوبن سورس. انا اسف اذا كنت طولت عليكم، ولو في اي حد عنده اي اسئله. طبعا انا بشكرك جدا يا باشمهندس عمر. شكرا لحضرتك دكتور، الف حضر. شكرا لحضرتك دكتور، يعني بشكرك على المحاضره الجميله دي اللي فيها كم معلومات بصراحه، يعني من كترها انا يعني بقيت متشوق قوي للموضوع، يعني يمكن انا ما بشتغلش في الفيلم والحاجات دي، بس عندي فكره عن الموضوع، بس بصراحه بقيت متشوق قوي ان انا اعرف القصه اكتر، لان حاسس ان الامور فيها داتا كتيره جدا وفيها فوائد حلوه جدا. وانا بس يمكن في كم معلومه كده طلعت منهم من المحاضره بتاعت النهارده، احب اكد عليهم طبعا، انت قلتهم في وسط كلامك بس انا احب اكد عليهم عشان النقطه توصل من الغرض من المحاضره للشباب اللي حاضرين معانا او اللي هيسمعوها بعد كده. اهم حاجه طبعا انت قلتها في وسط الكلام، او النقطه مهمه جدا، ان الكونسيبت بتاع البيم انه اداه، ولازم تكون فاهم انت بتعمل ايه، وده بيجي من خلال التعليم والخبره. النقطه دي انت قلتها واكدت عليها وعجبتني جدا جدا، لان في جزء كبير عندنا من الطلبه بدات فاكره ان موضوع البيم او الريفت هو خلاص، يعني انت ما انتش محتاج حاجه، مش محتاج ان انت تتعلم حاجه، هو انت بتقعد عليه فهو بيطلع لك كل حاجه اوتوماتيك. فحتى بنحاول حتى نغير الكونسيبت ده عند الطلبه ونفهمهم ان هو اي سوفت وير هو اداه، هو هيعمل لك اللي انت عايزه، بس انت لازم تبقى فاهم انت عايز ايه كويس جدا. تمام، يمكن احنا من الجيل القديم شويه اللي كنا بنعمل طبعا بعض الحاجات اللي انت بتقول عليها، مش كلها طبعا، كنا بنعملها مانيوال، فكان الموضوع بيبقى مهلك جدا، خصوصا موضوع الكوردينيشن وان احنا نطابق معماري انشائي مع كهرباء مع الكتروميكانيك مع تكييفي، كان بيبقى الموضوع مهلك جدا، وكان مهما يكون عندك مهاره وعندك خبره كان في حاجات بتعدي عليك برضه. النهارده طبعا موضوع البن حللنا المشاكل دي او حط لنا حل ليها، يمكن انت ضربت مثلا في موضوع مجاري التكييف لما قلت له قال لك ايه السحر اللي انت عملته، هو فعلا سحر. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا حابين ناكد عليها. النقطة الثانية ان عشان يتم اللي حضرتك قلت عليه ده كله لازم يبقى في فريق عمل متكامل. والمعماري هو جزء منه، يعني هو احنا مش بنعمل كل حاجة، مش انا اللي ادخل الموديل المعماري والانشائي والالكتروميكانيك والكهرباء، بالعكس احنا بنعمل موديل من كلنا بنشترك فيه. تمام؟ بس في نقطة مهمة جدا ان انا كمعماري او انت كمعماري، انا شايف ان من خلال المحاضرة بتاعتك انت بتأكد على مفهوم ان انت المايستر. انت اللي بتبقى مسؤول عن الليلة على بعضها زي ما بنقول. تمام؟ تمام. صح يا باشمهندس عمر؟ طبعا دكتور، طبعا دكتور، الله يكرمك. تمام. لو في اي حاجه انا بقولها. لا لا العفو دكتور، لا لا العفو، لا العفو دكتور. طيب النقطة الثالثة هي لازم عشان تشتغل بيم او تشتغل بالسوفت ويرز دي، لازم تكون عارف الجديد في الماتيريال، مواد البناء، في الانظمة، في السيستمز. ده مهم جدا، يعني اللي بيقول انا عرفت كل حاجة او يدعي انه عرف كل حاجة او جاب اخر كل حاجة فهو ما عرفش حاجة للاسف، يعني لان طبعا الشغلانه بتاعتنا دي او انك تبقى معماري، تمام، جزء منها كبير جدا بيعتمد على معلوماتك وعلى ثقافتك وعلى اطلاعك على كل الجديد في المباني والماتيريالز والانظمه. عشان كده بنقول للطلبه في مرحله الكليه دايما لما تلاقي اي مؤتمر، اي ندوه، اي معرض معمول عن مواد البناء زي التبلد او الحاجات اللي بتتعمل او الكلام ده، روح وشوف اتفرج واسال، تمام، عشان تتعلم وتعرف ايه هو الجديد. لان واضح طبعا من خلال المحاضره اللي انت قلتها او الشغل اللي انت بتقوله انك لازم تبقى عارف كلمه حاجه، ما ينفعش انت تكون بتتكلم في حاجه بقى لها 5 6 سنين وانت واقف النهارده مثلا بتستخدم سيستم تكييف، وسيستم التكييف خلاص ده انتهى اصلا، ده معدود بيستخدموه. وخصوصا ان انت معظم شغلك في البيت دايما لما فتحت الايكونز اللي بتشتغل مع الليد والحاجات دي بيديك حتى يقول لك ليد فيرجن 2009 ولا ليد فيرجن 4، فمعنى كده ان هو اصلا في جديد، الدنيا مش واقفه عند نقطه معينه، دايما التطور رهيب جدا في الحته دي. تمام كده؟ النقطه اللي بعد كده حته مهمه جدا، يمكن احنا بندي للطلاب بتوعنا في ماده التصميم محاضره تحليل الموقع، وبنقعد نأكد عليها ونقول حركه الشمس والرياح وازاي توجه الكتل والكلام ده. وانت بتشرح النهارده في حته الريفت لقيت ان النقطه دي بتتعمل بمنتهى البساطه، بالعكس بتطلع لك تحليل قوي جدا يخليك تاخد قرارات تصميميه لصالح المشروع.
ودي طبعا بتبقى نقطه مهمه قوي بالذات للطلبه في مرحله التدريس. انت النهارده بتعمل مشروع، طب انا هوجه الكتل يمين ولا شمال ولا ابين الضلع الكبير كده ولا كده ولا كده، ده بيتم ليه وبناء عليه تاخد القرارات دي طبعا من تحليل الموقع اللي هو حضرتك قلته النهارده في موضوع الريفت. شايف ان هو بصراحه اتقال بشكل محترم جدا ونقدر تاخد قرارات تصميميه ممتازه. تمام. النقطة الأخيرة اللي أنا شفتها اللي هي تشعب وعمق فكرة الاستدامة. الموضوع ما عادش بسيط بإن إحنا نحط شوية فوتوفولتيكس أو نزرع شوية جرين روفز أو نعمل شوية شيد، بالعكس الموضوع بقى متشعب قوي قوي قوي. ده أنت بتدرس كل حاجة. أنا شايفك كنت بتختار الحيطة، بتختار نوع العزل اللي فيها، نوع البلاستر اللي فيها، نوع الدهانات، سمكها، توجيهها، الارضيات اللي جوه، نوعها، اماكن الاضاءات. انت يعني الموضوع ما عادش شايف حاجه من ظروفه، كل حاجه بتدرس طبعا من خلال الموديل اللي بتعمله. تمام. انه بيطلع في الاخر موديل ريتش جدا بيخليك تاخد قرارات تصميميه مظبوطه جدا في صالح التصميم. تمام. دي الكام نقطه اللي انا طبعا اللي انا كنت حابب اكد عليهم طبعا بعد المحاضره بتاعت النهارده زي ما قلت لك، و بحيث الشباب عارفين طيب الاستفاده جايه منين او احنا فين من الكلام اللي اتقال. طبعا انا بشكرك جدا يا باشمهندس عمر. انا شاكر حضرتك يا دكتور. لكن يا دكتور المجهود اللي انت بذلته في اعداد المحاضره وعلى الوقت اللي سمحت لنا بيه عشان نسمع الكلام الحلو ده من حد خبير. انا بقولها طبعا بكل صراحه مش مجامله ولا حاجه، حضرتك خبير جدا في القصه دي، واحلى حاجه واهم حاجه ان حضرتك مارست بالكلام اللي انت بتقوله عملته على ارض الواقع، مش مجرد دراسه بس على ورق، لا طبقت الكلام ده فعلا، وده جزء كبير جدا من خبرتك جات من التطبيق الفعلي لمشاريع اتنفذت على ارض الواقع وبان نتيجه استخدام البن فيها ومدى تاثيره على القرارات التصميميه وعلى المنتج النهائي فعلا. بشكرك تاني يا باشمهندس عمر طبعا على مجهودك. الله يكرمك. الحوار لو حد من الشباب يحب يسال يتفضل. باشمهندس معتز شايف رافع ايده، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس عمر احنا استفدنا كتير، بس هو انا جزئيه البن، جزء الاستدامه ده مين يعني في تايب جديد، حد مين اللي بيقوم بالشغل ده؟ هل مثلا البن كوردينيتور، البن مانجر، مين بالظبط؟ طيب بص يا دكتور فاضل، هو في تقريبا في كل المشاريع بيبقى في شخص مسؤول عن موضوع الاستدامه. بمعنى ايه؟ بمعنى في شخص مسؤول ان هو المشروع ده عايزين نحقق فيه الليد. يعني احنا هنا مثلا في قطر ما ينفعش المشروع يتعمل في اماكن معينه زي اللوسيل غير لما ياخد جي ساس بمثلا نقدر نقول مثلا 3 من 5 او حاجه زي كده. فهو بيبقى في مهندس متخصص لموضوع الاستدامه، مهمته ان هو يبقى موجود معانا من اول يوم في المشروع لاخر يوم، بيبدا يشوف الشغل بتاعنا مظبوط ولا مش مظبوط. تمام. في مشروع من المشروعات لاسباب لا تشرحها، تمام، مش هقدر اقولها، الراجل ده ما كانش متواجد لسبب يعني مش غلطته هو بس غلطه ناس تانية، ما بقاش يحضر الاجتماعات. جينا في اخر المشروع قال لك لا ده احنا المشروع دوت فيه مشكله معينه فانت لازم تهد المشاريع كلها. كانت المشكله ان هو في مساحه خضراء لازم تبقى موجوده، فلازم كل المباني اللي احنا بنيناها نقصها شويه. فتخيل انت كمعماري او انشاء او كهروميكانيكال، بدل ما كنت باني على مساحه مثلا 500 متر قال لك لا صغر شغلك 400 والا المشروع مش هيتقبل. تمام. فهو لازم يكون شخص موجود معانا من اول يوم في المشروع عشان يضمن ان هو يدينا الليد او الجيساس او الحاجات ديت. زي مثلا ساعات في بعض الشركات بتجيب شركه متخصصه او بتعين مهندس او يعني مثلا دكتور ضياء مثلا، ممكن الشركه بتاعته تيجي وتبدا تشوف المشروع وتبدا تحدد هيتعمل ازاي وايه الحاجات ديت. لو جه في اول مشروع هيبقى سهل جدا ان انت وانت تختار ماتيريال، يقول لك بدل ما تختار واحد اختار اثنين. لو جه في نص المشروع وانت اشتريت خلاص، هو لما هتبدلها وهتخسر كتير وتنقل وحاجات زي كده، لا اما بتكمل وتبقى عارف ان انت خسرت نقطه او نقطتين. فهو غالبا بيكون في شخص متخصص. طيب لو ما فيش شخص متخصص، المشروع صغير ومش مطلوب في ليد، كل واحد في تخصصه بيحاول يعمل حاجه صديقه للبيئه، حاجه تكون كويسه، سواء معماري بيبدا يشوف ايه المعلومات. احنا كده كده مش هناخد الليد، بس انا بشوف الافكار، ممكن فكره مش موجوده في الليد موجوده في الهرم الاخضر في مصر، هاخد الفكره دي عجباني هبدا اخدها. يعني واحنا ساعات شغالين بنلاقي فكره موجوده في الاستدامه بتاعت الامارات واحنا مش شغالين في الامارات، بس انا عايز الفكره دي اخدها عندي. ممكن تلاقي فكره هتديك نقط في الليد بس مش هتبقى مفيده،
يعني يعني ايه اللي هيديك نقط، بس انت مش يعني انت كانسان مصمم مش راضي عنها. زي مثلا هنا يقول لك ايه، لو انت صممت مكان للدرجات وبعد كده الراجل بعد ما خلص الدرجات يبدا يدخل ياخد دش وحاجات زي كده هتاخد عليها نقطتين. اه بس احنا هنا في قطر مفيش حد بيروح شغل بالعجله او بالشكل دوت، فانت هتبني وتتكلف فلوس وفي نفس الوقت هتاخد نقط وبس ما حدش هيستخدمها، فالافضل لا ان انا ما اعملهاش وهكذا. يعني انت بتبدا توزن، كل واحد بيفهم النظريات، احنا بنقعد نقرا في البريم وفي الليد وفي والجي ساس ونبدا نشوف ايه الافكار اللي انا لازم اهتم بيها في اي تصميم يحصل بعد كده وهكذا. المشاريع الكبيره لازم هتلاقي في شخص مسؤول عن الليد لازم، او عن يعني في مصر مثلا الحاجات بتاعت الفوتيم واخده ليد وهكذا، في كذا مشروع في مصر اتبنى واخد ليد. في الفتره اللي جايه بنحاول ان احنا نركز مع الهرم الاخضر لان هو مصري، وبدل ما نقعد نصرف فلوس كتيره وكده نشوف حاجه معتمده مصريا والناس كتيره كويسه يعني مشرف على الموضوع دوت. شكرا جزيلا تحت امرك. باشمهندس معتز باشمهندس معماري ولا مدني؟ مدني. طبعا هو المهندس عمر رد عليك، وطبعا يعني انا برضه ممكن ازود حاجه كده، ان من خلال الخبره او المشاريع مثلا اللي شفتها، حضرت بعض المشاريع طبعا جديده او اشتغلت فيها او كنت عضو من الاعضاء في الشغل فيها، غالبا اللي بيبقى مسؤول عن موضوع الاستدامه غالبا بيبقى يا اما متخصص زي ما قال المهندس عمر، ده غالبا بيبقى معماري. تمام، بالمناسبه لان في جزء كبير من دراستنا بناخد فيها موضوع الاستدامه ودراسات التحكم البيئي والكلام ده. وفي نقطه ثانيه، احنا يمكن احنا جامعه المنصوره عندنا في قسم جديد هيتعمل السنه الجايه اسمه العماره المستدامه، ده هيأهل الطالب من خلال سنوات دراسته في الكليه خمس سنين ان هو يطلع يقوم الدور اللي حضرتك بتسال عليه ده، اللي هو مين اللي هيقدر يليد القصه. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. ماشي، اتفضل. عندنا مهندس محمد حجاز رفع ايده، اتفضل مهندس محمد. استاذنك مهندس معتز كيف اللايف؟ الله يخليك. اتفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام. ازي حضرتك باشمهندس عمر؟ كان في بس عندي سؤال كده ممكن يعني يكون متفرع شويه عن الموضوع، بس هو دلوقتي بخصوص قصه الاستدامه وازاي احنا بنقدر نستخدم البيم علشان نحقق الاستدامه او كده. طب هو الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها دلوقتي ممكن تحقق ان البيم نفسه يكون مستدام، لكن الماتيريال نفسها بالنسبه للسبلاي تشين بتاعتها، يعني الماتيريال اللي حتى كان الامباكت بتاعها على البيئه علشان توصل لحد يعني كماتيريال فنان نقدر نستخدمها في عمليه الكونستراكشن. يعني احنا علشان ناخد الماتيريال دي، الماتيريال في النهايه يعني علشان تتصنع او علشان توصل لعندنا او كده او الكلام ده كله، اتسببت في انبعاثات يعني شتت في عمليه الجلوبال وورمنج نفسها. فهل الحاجات دي بتقاس او ما بتقاسش، او يعني ممكن تتحسب ازاي؟ انت حضرتك معماري مظبوط؟ مظبوط. طيب بص يا دكتور فاضل، المشكله دي حصلت في مشروع مصدر اللي احنا كنا بنتكلم عنه، هو خد بريم وخد ليد، جه في الدي جي ان بي ما عرفش ياخده اللي هو الالماني. ليه؟ هو بيشترط النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، تمام، اللي هو ان مصدر الحاجه دي ايه. يعني الالواح الطاقه الشمسيه كتير جدا منها من اللي بيصنع بيكون ملوث للبيئه واثناء فتره التصنيع قبل ما يجي، تمام، فدي بتعمل مشاكل كتيرة جدا. فالدي جي ان بي بيبدا يسال في مصدر الحاجه دي، مش موجوده لا في الليد ولا في البريم ولا في الاستدامه ولا في الجي ساس، موجوده بس في الدي جي ان بي اللي هو الالماني. فده عمل مشكله، بس هم في الاخر يعني اتراضوا وصالحوا وخدوا الدي جي ان بي. انت ممكن بقى لا اتفضل. طيب بص، انت تقدر تعمل برامتر زي ما انت عايز، تحط فيه اي معلومه انت عايزها مش موجوده في البرنامج، دي قوه البيم. لو انت عايز تحط برامتر خاص برضا العملاء تقدر تحط، يعني تقدر تقول للناس سعيده مش سعيده، تقدر تعمل برامتر لكده وتكتب فيه اللي انت عايزه. يعني انت تقدر تيجي هنا مثلا وتخش على قائمه مانج وتخش على البروجكت برامتر وتقول له انا عايز اضيف برامتر خاص بالحاجه الملوثه قبل ما تيجي ولا ما تجيش، يعني هكذا. تقدر تحط برامتر زي ما انت عايز، تكتب فيه اي حاجه انت عايزها وتحطها مثلا مرتبطه بالوول، مثلا الحاجه دي خاصه بالوول او خاصه بالطاقه الشمسيه، تقدر تحدد ايه الحاجه انت عايزها. فنقدر نعمل برامتر خاص بيه ونكتب الارقام اللي هي السليمه، هل فعلا دي كانت متسببه في التلوث ولا لا.
لو انت عايز تعمل برامتر لحاجه زي كده. ودي ساعات كتير جدا بنلاقي معلومه خاصه بينا ومش موجوده هنا فبنبدا نحطها، زي مثلا ال WBS الورك بريك داون استراكشر، بنبدا احنا نعمل برامتر خاص بيه بحيث نبدا نشوف. لو احنا شغالين في فاسيلتي مانجمنت بنعمل برامتر كذا برامتر خاص بالكوبي بحيث نعرف الحاجات دي هتعمل لها صيانه مش هتعمل لها صيانه، الحاجات دي المفروض الصيانه بتاعتها التواريخ بتاعتها والحاجات دي كلها. فميزه البيم ان انت لو عايز تعمل حاجه خاصه بيك برامتر تقدر تحط البرامتر خاص بالحاجه اللي حضرتك عايزها ديت، وتقدر تقول له مثلا طب انا عايز اخفي كل حاجه، البرامتر ده ما فيهوش قيمه، فتبدا تشوف ايه العناصر اللي فيها تلوث قبل ما تيجي عندك المشروع. ولو انت عايز تعمل برمجه جواه تقدر تعمل برمجه بسهوله جدا، تقدر تقول له مثلا انا عايز كل الاعمده اللي عندي تحط لها اساسيات وحاجات زي كده، فسهل جدا ان انت تتحكم. لو انت عندك الموديل معمول بيم مظبوط تقدر تحط برامتر تحط اللي انت عايزه. تمام، ف هتستمتع جدا وانت شغال في البيم لو انت شغال بيم بشريفت. يعني في اماكن امكانيات حلوه، يمكن احنا مثلا شفنا حاجات في الاناليسيس ناقص مثلا ايه، دي حاجه مثلا باص اوف ترافل. تمام، لو حصل حريقه في المكان مثلا، انا هنا ابعد نقطه وعندي هنا السلم، تمام حددت السلم اهو، هو بقى بيبدا يدرس الفتحات اللي عندي زي الاوبننج الدور الحاجات دي كلها ويبدا يشوفها بالشكل دوت، وتقدر تعدل فيها وتقدر تشوف المسافه، بيقول لك دي مثلا 33 ثانيه عشان تخرج من هنا لهنا، السبيد بتاعتك قد ايه واللينس بتاعتها قد ايه، وتقدر تضيف. فالقصد ان انت لو انت شغال بالبيم بتلاقي في بعض المزايا اللي انت تقدر تتحكم فيها وتقدر تديك حاجات كنا بنعملها بالانشغلت مانوال كتير او شغلت بالاوتوكاد كتير كانت بتاخد مننا وقت، بس الافكار الاساسيه واحده، فهو بيديك بس اداه بتسهل لك الشغل لا اكثر ولا اقل. تمام ماشي يا استاذ، شكرا لحضرتك. شكرا مش هصحى. في باشمهندس ياسمين محمد اتفضلي. ايوه شكرا يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ هو انا عندي سؤال بس، هو لو المبنى اصلا يعني اكزيستد وانا هشتغل عليه المفروض البدايه بتكون ازاي؟ طيب لو هو مبني اصلا في حاجه من الاثنين، لاما انا عندي المخططات واحول المخططات دي لشغل بيم، فكل اللي انا بعمله ان انا بظبط الارتفاعات بتاعتي وبعد كده بروح لقائمه انسرت واقول له اعمل لي انسرت كاد وابدا ارسم الشغل من اول وجديد كان انا عندي لوح الكاد. في طريقه تانية ادق بس مكلفه اللي هو الليزر سكان، ان انا بجيب جهاز ليزر سكان وبقف هنا وبخلي الليزر سكان دوت يجيب لي كل المعلومات المبنى، وبعد كده باجي هنا جوه الاوضه وبعمل وهكذا، وبعد كده بجمعهم. فالليزر سكان دوت في بعض الادنس او بعض البرامج زي برنامج الركاب، وده بينزل اوتوماتيك مع الاوتوكاد، فالمفروض كل الاجهزه عليها الركاب دوت. تمام، كيف تمام؟ لا مش موجود عندي. البرنامج دوت من البرامج اللي بيروح مجمع النقط ديت ملايين النقط ويبدا يحطها لي، ويبدا بعد كده هو يحولها لحوايط لباب شبابيك وهكذا بمساعده بسيطه مني او ان انا بعمل له برمجه معينه بيقدر يفهم ان ده باب ده شباك وهكذا، وبحول مبنى اللي موجود دوت لموديل بيم. زي المباني الاثريه، المباني الاثريه برضو بنقعد نعمل نفس القصه ديت، ان احنا بنخش بالليزر سكان الدقه بتاعته بتبقى يعني عشر مليمتر. تمام، فبتبقى حاجه دقيقه جدا لا يمكن تخيلها. ممكن مثلا مقبره، كان في حد لسه عامل مقبره برضو في الاقصر، دخل فيها وجاب الليزر سكان وعملها، وقصر بارون برضو اتعمل، وبيبقى عنده المعلومات كامله تماما عن المبنى بكل تفصيل. دي بنسميها اسبلت. يعني اي مشروع اصلا بيتعمل دلوقتي في الخليج بيطلب منه ان هو يديني لوح اسبلت في الاخر، فلازم يعمل ليزر سكان، وبيبقى الموضوع بسيط للحوائط والشبابيك، بس بتواجهنا شويه مشاكل في موضوع الام بي اللي فوق السيلينج. يعني عمليا بنلاقي مشكله لان كل حاجه مختفيه ورا ماسوره ورا ضغط، فبنجيب اجهزه معينه عشان نعمل حاجه زي كده. تمام ده مثلا برامج الفلو ديزاين بيبدا يعمل لي دراسه للحاجه هتمشي ازاي فلو، ببدا اشغله بيبدا يوريني لو في رياح مثلا ماشيه هتمشي ازاي وهتترتطم بالمبنى. من البرامج اللي اعتقد ان هو فري يعني مجاني، بتقدر تحدد بقى سرعه الهواء وكميتها والحاجات دي كلها. تمام، بالمناسبه يعني هو جه معانا كده قدرا. طيب في اي اسئله ثانيه؟ لا
حد يحب يسأل حاجة تانية يا شباب؟ هيال نبيل اتفضلي. السلام عليكم باشمهندس الدكتور، شكرا لحضراتكم على المحاضرة الجميلة دي. أنا هايل مهندس ميكانيكا، هو مش سؤال هو طلب بس، إذا كان في يعني ريفرنس أو ستاندرد، هو بصراحة مش أقصد كود أو ستاندرد كامل، إنما لو بريف صغير كده عن الحاجة اللي هتكون مطلوبة بشكل أساسي في الاستدامة في معظم الدول اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها، سواء عندنا هنا في مصر أو في دول الخليج. أنت حضرتك بتقصد على مثلا على البرامج أو كده؟ لا مش برامج، يعني زي مثلا كود، يعني اللي أنا أعرفه إن أشتي عامل زي شابتر خاص بليد وكده. تمام. بتكلم لو مثلا يبقى في زي ملخص أو بي دي إف يكلمنا إيه الحاجات اللي هتكون ثابتة في كل الدول اللي هتحتاجها عشان تشتغل مشروع يكون فيه استدامة. ما هو الفكرة كلها في المشروع نفسه، هم عايزين إيه؟ يعني مثلا هنا في قطر اغلب المشاريع دلوقتي بتقول لك احنا مش عايزين ليد، احنا عايزين جي ساس. تمام، يعني هو قال لك كده يا اخوانا الليد هنعمله لكم وبتاع، قال لك لا احنا عايزين نشجع الجي ساس، فيعني قلل في الليد شويه. تمام، هو عامل حاجه جديده فعايز يدعمها. فانت الفكره كلها في مصر مثلا مفتوح لك على البحري، مش ملزمك بحاجه. تمام، في الامارات بيلزمك بالاستدامه، تمام، اجباري، يعني بيقول لك لا قبل ما تبدا في المشروع لازم تضمن لي ان انت هتحص مثلا على ثلاث ليالي، هم هناك نظام الليالي. تمام، في لبنان مثلا عاملين نظام الارز بس لسه مش اجباري، لسه ما بقاش اجباري، فبيحاولوا يدعموا الموضوع انهم مثلا يشوفوا المشاريع وهكذا. فانت لازم الاول تبقى عارف ايه الحاجه اللي انت تشتغل عليها، وتبدا بعد كده تشوف الكود اللي انت هيطلب منك. يعني انت بتشوف المشروع اصلا قبل ما بينزل يقول لك لازم تلتزم بالاكواد الفلانيه، فبنبدا نشوف الاكواد ديت دي اللي احنا بنلتزم بيها. يعني مثلا في مصر كان الاول بيلتزم بالان اف بي اي في الحريق، دلوقتي بدا بقى في كود مصري فيقول لك لا التزم بالكود المصري، الا لو في نقطه مش مغطيها الكود المصري فممكن تلجا للكود بتاع الان اف بي اي. تمام، هنحاول ان شاء الله نعمل حاجه زي كده، يعني فكره كويسه نحاول نعملها باذن الله. تمام، شكرا يا باشمهندس. الف شكر لحضرتك. حد تاني يا شباب يحب يسال؟ مهندس هارون معايا؟ ايوه مع حضرتك. في حد بس يحب يسال او يطلب حاجه بمهندس عمر قبل ما ننهي الجلسه؟ لا ما فيش حد، ممكن لو في حد. باشمهندس أميرة تقريبا حضرتك عايز تسألي حاجة؟ في حد باشمهندس محمد حجاب اتفضل. هو بس السؤال سريع كده فوجئني، بس السؤال صراحة يعني لدكتور أحمد طنطاوي. هو دكتور زي ما حضرتك قلت إن هو الريفت في الأول والآخر هو مجرد أداة، بس المهم إن يكون المهندس نفسه فاهم هو عايز يعمل إيه، علشان المفروض الماتيريالز اللي هو بيستخدمها وإيه خصائص الماتيريالز اللي بيستخدمها عشان يقدر يحقق المطلوب منه. بس هو الفكرة، هل فعلا يعني ممكن في مرحلة التعليم المعماري نفسه يكون في بروجكت ان الطالب نفسه يشتغل بروجكت كامل، يعني في شراكة ما بين الأقسام المختلفة؟ لأن دلوقتي هو برضه في الأول والآخر الطالب في قسم العمارة بيشتغل لوحده، والطالب في القسم المدني بيشتغل لوحده، والميكانيكا بيشتغل لوحده، فالطالب ما بيشوفش الشغل ده كله مدمج مع بعض، فبالتالي ممكن هو مش بيبقى مدرك حجم المشكله اللي هو يواجهها بعدين، او مش مدرك لاهميه الشغل اللي هو المفروض يعمله من البدايه، لان الماتيريال نفسها بعد كده مهندس الميكانيكا نفسه لو في واجهه ازاز لما يجي يحسب احمال التكييف او الحسابات بتاعته بتفرق، فممكن هو يغير الماتيريال لحاجه ثانيه بتساعد في القصه دي كلها. عمره ما هيحس بالحاجه دي الا اذا يعني كان في مشروع كامل بيشتغل عليه. فهل ممكن فعلا نشوف حاجه زي كده ولا الموضوع صح؟ بص يا باشمهندس حمد، سؤالك ده طبعا سؤال كويس جدا. انت
بتسألوا من واقع خبرتك طبعاً. أنا قلنا خريج قسم عمارة جامعة المنصورة، يمكن لما سافرت بره واشتغلت حسيت بالنقص في الحتة دي شوية، أو إن إحنا كنا محتاجين نعمل عليها زوم دي شوية، وأنا فعلاً متفق معاك جداً في اللي أنت قلته. هو بالفعل إحنا عندنا في القسم في مقترح كده بندرسه، إن إحنا هنربط الدراسة على مستويين، المستوى الأول للمواد والقسم. يعني كنا بنفكر إن نربط مادة الإنشاء بمادة التحكم البيئي بمادة التصميم، تمام، او ماده التنفيذيه يعني معنى اصح شويه من اول سنه ثالثه ورابعه، بحيث ان الـ هو وان بروجكت كله يخدم عليه، تمام، ونربطها كمان بماده الكميات والمواصفات، بحيث ان الطالب هيدرس في سنه رابعه اي حاجه هيدرسها في اي ماده تبقى مربوطه على الموديل بتاع البيرما على طول، فهو يبتدي فاهم ان الكتله اللي هيعملها في الديزاين مردودها ايه على التحكم البيئي، مردودها ايه على الوركينج، وتوصيف المواد بتاعتها في كميات ومواصفات او في ماده التنفيذيه. ده كان الاوبشن رقم واحد. الاوبشن رقم اثنين اللي انت فكرت فيه فعلا، ان احنا نربط مع الاقسام الثانيه، وده يمكن قدمنا بيه مقترح من الكليه، ان احنا محتاجين نربط على مستوى مشروع التخرج، ما يبقاش طالب عماره بيشتغل لوحده، ده احنا ممكن نربطه مع الطالب بتاع الكهرباء ومع الطالب بتاع ميكانيكا ومع الطالب بتاع استراكشر، تمام؟ بس ده طبعا تطلب شويه ان الناس تبقى مؤمنه بفكره البيم في الاقسام الثانيه. ودي احنا لسه برضو شغالين عليها وبنحاول باذن الله قريب جدا هنحاول نطبقها في مشروع التخرج، بحيث ان يبقى الموضوع ما يبقاش كل واحد شغال لوحده زي ما انت بتقول، لا ده يبقى عملنا تريننج او عملنا سيناريو للي هيحصل ان شاء الله لما نتخرج، مفيش كل واحد بيشتغل لوحده، كلنا بنشتغل في فريق واحد، كلنا بنشتغل في موديل واحد، تمام، القرارات كلنا بنقصر فيها، يعني مفيش واحد بياخد قرار لوحده، ده كلنا لازم ناخد مع بعض عشان الموديل في الاخر يطلع او البروجكت يطلع في الاخر متكامل. فدي دي 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 الرد على الحته بتاعت مهندس محمد. وطبعا هو سؤال مهم جدا زي ما قلت في الاول، لان فعلا احنا عندنا مقصف فيها مشكله موجوده عندنا، انا يعني اكاد اجزم بيها، واي حد اتخرج واشتغل اكيد هيبقى حاسس بالمشكله دي، للاسف هي كانت بتيجي بالخبره، بس احنا هنحاول الفتره الجايه ان شاء الله نقلك محمد التعليم المدني. شكرا لك، شكرا شكرا. ايه حد يا شباب يحب يسال تاني في حاجه؟ طيب احنا بنشكر حضرتك جدا، الف شكر حضرتك يا دكتور، وقتك وجودك معانا، ونتمنى باذن الله ان احنا يعني في مرات جايه طبعا لو وقتك يا ريت يا دكتور، تحت يا ريت الف شكر حضرتك يا دكتور، جزاكم الله بالخير. شكرا لك باشمهندس عمر، وشكرا للحضور جميعا، واستاذنكم ننهي الجلسه. شكرا لكم، 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 شكرا